طبعا بداية راح نشرح خدمة المنافسات الموجودة على المنصة. طبعا راح نشرح على السريع سير عمل المنافسات العامة، ومن ثم راح نشرح بشكل تطبيقي بإذن الله على التست انفايرمنت أو البيئة التجريبية. طبعا بداية راح يتم إنشاء المنافسة العامة من قبل صاحب صلاحية مدخل البيانات. طبعا بمجرد ما يتم إنشاء المنافسة راح تنقل هذه المنافسة للتدقيق وأيضا التعميد من قبل صاحب صلاحية آخر يسمى بمدقق البيانات. بعد ما يتم تعميد المنافسة من المفترض أن تظهر لجميع الموردين ويتم بدء استقبال العروض والاستفسارات الخاصة بالموردين. طبعا لدينا صاحب صلاحية آخر وهو مسؤول الاستفسارات، هو المسؤول عن استفسارات أو الرد على استفسارات بعض الموردين. أيضا عند الصلاحية أنه يرسل الاستفسار لجهة فنية معينة، فأيضا هذه الصلاحية ممكن يعطيها مدير النظام الجهات الفنية عشان ترد على استفسارات الموردين. طبعا في ستيب رقم 6 بعد ما ننتهي من استقبال العروض راح تبدأ عندنا فترة فتح المظاريف. طبعا فتح المظاريف راح تبدأ من عند صاحب صلاحية رئيس لجنة فتح المظاريف، راح يقوم بإرسال أمر بفتح المظاريف، ومن ثم راح تبدأ عملية فتح المظاريف من عند السكرتير، سكرتير فتح المظاريف، ومن ثم يرسل بعد ما يعبي جميع البيانات الخاصة بالموردين كسكرتير راح يرسل هذا التقرير للرئيس لاعتماده. بعد ما يتم اعتماد تقرير فتح المظاريف راح نبدأ بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التقييم الفني وفحص العروض. طبعاً راح تبدأ من عند صاحب صلاحية سكرتير رئيس فحص العروض، راح يبدأ بالتقييم الفني، ومن ثم راح يرسل هذا التقييم للرئيس لاعتماده. بعد ما يعتمد الرئيس نبدأ بآخر مرحلة اللي هي عملية الترسية. أيضاً عملية الترسية راح تبدأ من عند سكرتير فحص العروض، بعد ما يوصي بترسية على مورد معين راح يرسل التوصية للرئيس لاعتمادها. طبعاً زي ما تشوفون حالياً ما في وجود للأعضاء في أعضاء اللجان كصلاحيات في المنصة، حالياً ما لهم أي دور، لكن داخلياً من المفترض لهم دور. الصلاحيات حالياً اللي كلجان عندنا السكرتير والرئيس، لكن يوجد لدينا كداخلياً من المفترض أن يكتمل العمل بوجود أعضاء اللجان. فمثلاً في فتح المظاريف من المفترض أن يجتمع لجنة فتح المظاريف وتفتح العروض إلكترونياً. بعد ما يتم فتح العروض إلكترونياً راح كسكرتير فقط راح يدخل البيانات والرئيس راح يعمد. أيضاً في فحص العروض والتقييم الفني داخلياً راح يتم الاجتماع مع الأعضاء وأخذ القيمة التقديرية والتقييم الفني، وكسكرتير فقط راح يدخلها على السيستم. لكن إن شاء الله في خطة مستقبلية إن شاء الله على شهرين بإذن الله أو شهر راح يعطى صلاحيات لباقي أعضاء اللجان أو اللي هم فتح المظاريف وفحص العروض. الآن راح نبدأ في البيئة التجريبية وراح ننشئ طبعاً زي ما شرحنا في البداية راح يكون عندنا صاحب صلاحية مدخل البيانات هو اللي راح ينشئ منافسة. طبعاً بداية راح ننشئ منافسة عامة وراح ندخل بيوزر مدخل البيانات. نعم أستاذ فيصل، يوجد لجان فنية للتقييم، الآن راح نشرحها بإذن الله. أستاذ أحمد، راح نبدأ حالياً بالمنافسات ومن ثم العقود وإدارة المدفوعات أوامر صرف، وأخيراً راح نبدأ بالرواتب والبدلات. حالياً طبعاً بعد ما دخلنا على يوزر مدخل البيانات من لوحة التحكم أيقونة إنشاء منافسة، الآن راح نحدد النوع سواء كانت منافسة عامة
أو دعوة شراء مباشر. طبعاً في منصة اعتماد إنشاء المنافسة نفس تسلسل إنشاء دعوة شراء مباشر. طبعاً حالياً راح نبدأ بإنشاء منافسة عامة. طبعاً زي ما نعرف الفرق بين المنافسة العامة ودعوة الشراء المباشر، المنافسة العامة يوجد سعر للكراسة وتكون تظهر لجميع الموردين ويشترون الكراسة، لكن دعوات الشراء المباشر ممكن نرسل دعوات لموردين معينين. طبعاً في المنصة عندنا دعوات الشراء المباشر إما تكون بابليك للجميع، تعرض للجميع، أو نرسلها لعفواً موردين معينين. طبعاً حالياً راح أبدأ أنشئ منافسة عامة. زي ما نشوف هنا اسم الجهة الفنية، هذا بخصوص استفسارك أستاذ فيصل. الجهة الفنية راح طبعاً كجهات فنية مين اللي راح يضيفها في السيستم؟ عندنا مدير نظام المنافسات، في لدينا مدير نظام خاص بالمنافسات، هو المسؤول عن إنشاء اللجان في المنصة، أيضاً هو المسؤول وإضافة صلاحيات خاصة بالمنافسات، أيضاً مسؤول عن إنشاء الجهات الفنية. فعلى حسب كل جهة حكومية راح تظهر أسماء الجهات اللي تم إضافتها في النظام لديهم. فمثلاً الآن في البيئة التجريبية عندي راح أختار كاسم جهة فنية قسم التقنية مثلاً، وراح أحدد أسماء اللجان، لجنة فتح المظاريف، وأيضاً أحدد اسم لجنة فحص العروض. طبعاً الآن راح أحدد اسم المنافسة. مثلاً حددت اسم المنافسة. الآن الغاية من المنافسة، طبعاً الغاية من المنافسة يجب أن لا تقل عن 40 حرف. الآن راح نضع قيمة الكراسة. بما أني في بيئة تجريبية راح أضع قيمة الكراسة بصفر. الآن يعني طبعاً بعد ما حطيتها بصفر راح تكون مجانية عند المورد، لكن في حال طبعاً في قيمة راح تكمل البروسس في البيمنت ميثود وكيف راح يدفعون إلكترونياً. الآن طريقة تقديم العروض راح تكون طبعاً إلكترونياً عبر المنصة. مكان فتح المظاريف هذا أيضاً ممكن كمدير نظام المنافسات هو المسؤول عن إضافة مكان لفتح المظاريف، فأيضاً راح يظهر للموظف، ومن خيارات إدراج راح يدرج العنوان. أيضاً لديه الإمكانية أنها يدخلها بطريقة مانيوال بكتابة المكان أو العنوان في الخانة هذه. طبعاً الآن بعد ما عبينا جميع البيانات الخاصة بالمنافسة راح ننتقل للصفحة اللي بعدها. الآن راح نحدد التواريخ، طبعاً آخر موعد لاستلام استفسارات الموردين وإضافة ملحقات. مثلاً راح يكون اليوم الخميس، وآخر موعد لاستلام العروض، وأيضاً آخر زي ما نشوف بعد ما حددنا موعد استلام العروض تاريخ فتح المظاريف راح يكون اليوم اللي يلي على طول، لكن مع إمكانية التعديل طبعاً. طبعاً منعني السيستم لأني حطيته يوم خميس. الآن بعد تحديد التواريخ الخاصة بالمنافسة راح أحدد مجال التصنيف وموقع التنفيذ سواء كان داخل المملكة أو خارجها. أيضاً راح أحدد المناطق، فمثلاً منطقة الرياض، ومثلاً الحدود الشمالية. مجال التصنيف طبعاً هذا غير إجباري في السيستم، ولكن في حال يعني حابين أن نضيف تصنيف معين للمنافسة ممكن نضيفه، لكن ممكن أنك تمشي الستب اللي بعدها بدون ما يوقفك السيستم. فمثلاً حددنا كتصنيف صيانة،
تقنية المعلومات وتقنية الاتصالات عفوا. الآن طبعاً راح نحدد نشاط المنافسة. طبعاً نشاط المنافسة جداً مهم تحديده، طبعاً راح يساعد الجهة بأنها تستقبل أكثر عروض في النشاط المهتمة فيه، أيضاً تساعد المورد أنه راح يجي عروض في نفس المجال اللي هو مهتم فيه. فمثلاً نحدد النشاط تقنية المعلومات، في حال طبعاً عندنا نشاط معين ممكن نضيفه في الوصف. طبعاً الآن راح أحدد الملفات الخاصة بالمنافسة، طبعاً كراسة الشروط وراح أرفقها. طبعاً عندنا إضافة ملف، حالياً كسيستم راح يقبل البي دي اف والملفات المضغوطة. أول ما يتم إرفاق الملف راح نتأكد إنه نزل على السيستم وكذا. هذا اسم الملف اللي أضفته. طبعاً مع إمكانية إضافة أكثر من ملف، حالياً كسيستم يقبل إلى 350 كيلو بايت. طبعاً جدول الكميات أيضاً إجباري في السيستم، على الأقل صنف واحد فقط. ففي حال مثلاً الجدول الكميات راح أضيف جدول، سميناه جدول الكميات، تعديل الأصناف. الآن راح أضيف صنف واحد على الأقل. طبعاً كجهة ممكن أن يكون عندها أكثر من بند وراح تسعر أكثر من بند، فممكن تكتب كل صنف مع الكمية مع الوحدة وتضيفها. لكن في حال كانت عندها بنود كثيرة جداً ممكن أنها تحط الإجمالي، وفي المرفقات تضيف كراسة المواصفات. فمثلاً الآن حابين يكون الصنف مثلاً أجهزة حاسب، نحتاج مثلاً 200 جهاز لوحدة جهاز، تفاصيل لتفاصيل تفاصيل في المرفق. طبعاً هذا في حال وجود تفاصيل أكثر، ممكن نضع أيضاً كراسة الموص أو عفواً جدول الكميات كبي دي اف في المرفق. طبعاً هذه أول طريقة في جدول الكميات. أيضاً لدينا طريقة ثانية ممكن تسهل إضافة أصناف في جدول الكميات عن طريق استيراد. طبعاً في عندنا قالب، هذا القالب راح يساعد الجهة بأنها تعبي كشيت إكسل بعد ما تعبي الأصناف والكمية والوحدة. طبعاً راح ترجع تسوي له رفع على المنصة، بمجرد ما يتم رفعها على المنصة راح يعكس كجدول في المنصة. وطبعا هذا جدول الكميات فيما بعد كمورد راح يضع الأسعار فيه. فأيضا طريقة الإكسل ممكن تسهل، لكن لازم الالتزام طبعا بالقالب. طبعا في حال وجود عنوان الاستلام اليدوي، في حال مثلاً كانت الكراسة كبيرة ممكن نضيف عنوان استلام يدوي. طبعاً فوق هنا احنا أضفنا كراسة الشروط، طبعاً هذه ما يطلع عليها المورد إلا بعد ما يشتري الكراسة. لكن عندنا في شيء ثاني اللي هو الشروط العامة أو ملفات الشروط العامة، هذه ممكن يطلع عليها المورد قبل ما يشتري الكراسة، اللي هو طبعاً يكون فيها الشروط العامة. طبعاً راح نضيف مثلاً ملف. وأخيراً بعد ما ننتهي من جميع الخطوات في إنشاء المنافسة راح نسوي إنهاء. الآن طبعاً هذه المنافسة اللي تم إنشائها، اسم، الرقم، القيمة، أيضاً بواسطة مين اللي أنشأها، اسم الموظف، التواريخ الخاصة بهذه المنافسة، أيضاً حالة هذه المنافسة تحت التحديث إلى الآن، راح نرسلها للاعتماد وراح تروح لصاحب الصلاحية الآخر اللي هو مدقق البيانات. طبعاً راح نرسلها للاعتماد وراح نأكد الطلب. الآن تم إرسال المنافسة للاعتماد. طبعاً الآن انتهينا من ستيب رقم واحد، راح نروح لرقم اثنين اللي هو مدقق البيانات.
عفوا خلصنا اثنين راح نبدأ في ثلاثة. الآن راح أدخل بصاحب صلاحية مدقق البيانات. طبعا الآن دخلنا على صاحب صلاحية مدقق البيانات، طبعا عشان نتأكد مدقق البيانات. الآن من لوحة التحكم راح نروح لأيقونة قائمة المنافسات عشان نطلع على جميع المنافسات اللي تحتاج إلى تعميد. زي ما نشوف هذه المنافسة اللي تم إنشائها والحالة بانتظار الاعتماد. كمدقق راح يروح لخيارات اعتماد بعد ما يدقق على جميع التفاصيل. طبعاً راح تظهر له جميع المعلومات الأساسية اللي أدخلها مدخل البيانات، من اسم، من النوع، من طريقة تقديم العروض، أسماء اللجان، تواريخ، عناوين، أيضاً ممكن يطلع على كراسة الشروط وأيضاً الملفات والشروط العامة، أيضاً جدول الكميات ممكن يطلع عليه، هذا هو جدول الكميات اللي عبيناه، وأيضاً أضفنا الموفق. فالآن كمدقق بيانات بعد ما يدقق جميع التفاصيل الخاصة بهذه المنافسة راح يعتمد أو يرفض. طبعاً في حال الرفض راح يعطي سبب بالرفض وراح يرجع للأنشاء المنافسة لتعديل هذا الخطأ. الآن طبعاً راح يعتمد كمدقق المنافسة. طبعاً حالياً للأسف ما في أي ربط بين الميزانية مع المنافسات، لكن هذا واحد من الفيوتشر جول يعني للمنصة، انها راح تسوي انتجريشن او ربط ما بين الميزانية وبين المنافسات. فحاليا كمدقق بيانات لازم داخليا بعد ما يشيك طبعا مع الميزانية يشوف هل هذه المنافسة معتمدة في الميزانية، ايضا هل تم الموافقة على اعتماد هذه المنافسة. طبعا بعد ما ياخذ الابروف والموافقة راح يعبي التو بوكسز واستمرار. بكذا تم اعتماد المنافسة، وبعد اعتماد المنافسة زي ما نشوف راح تظهر لجميع الموردين وراح تبدأ استقبال العروض والاستفسارات. طبعا الآن راح ندخل بصاحب صلاحية أو عفوا مورد عشان نشوف كيف طريقة شراء الكراسة، أيضا كيف راح تظهر للموردين. طبعاً هذا يوزر مورد في البيئة التجريبية، زي ما نشوف ظهرت له المنافسة اللي أنا أنشأتها، توريد أجهزة جامعة الملك خالد. طبعاً ممكن كمورد يطلع على المعلومات الأساسية، التواريخ، العناوين، مجال التصنيف، أيضاً الملفات، الشروط العامة هذه اللي ممكن يطلع عليها قبل ما يشتري الكراسة. الآن كمورد راح يشتري الكراسة، الآن راح يأكد على شراء الكراسة. طبعاً الآن طبعاً إحنا في البداية حطينا قيمة الكراسة بصفر فهي مجانية، فبما أننا في بيئة تجريبية فتم شراء الآن الكراسة. كمورد راح يرفع ملفات العرض الخاصة فيه، طبعاً الآن راح يضيف الملفات الخاصة فيه، أيضاً راح يعطي تسعيرات. طبعاً هذا هو جدول الكميات اللي إحنا أنشأناه وراح يعطي تسعيرات، فمثلاً 1000 ريال قيمة الجهاز. كسيستم راح يحسب المجموع، في حال وجود خصم ممكن نضيف مثلاً 5% وراح يحسبه السيستم. طبعاً إحنا ليش اشترينا الكراسة و أضفنا عرض للمورد؟ عشان نكمل في باقي سير العمل من فتح مظاريف وفحص عروض وترسيلة. زي ما نشوف الآن كمورد اشترى الكراسة وحالة العرض مستلم، استلموا عرضه. طبعاً الآن هذا المدقق ممكن يطلع على الموردين اللي تقدموا. في عندنا طبعا عند المدخل والمدقق في عندهم شيء اسمه او خيار عفوا تقرير الموردين المتقدمين. طبعا زي ما نشوف عدد المشترين 1، عدد العروض 1، طلع لي اللي هي شركة شمول ومستلم. طبعا الى الان ما اقدر انا افتح العرض الخاص ب
المورد إلا بعد فتح المطاريف. طبعاً الآن انتهينا من استلام عرض من المورد، راح نبدأ بفتح المطاريف. طبعاً راح ندخل بصاحب صلاحية الرئيس لجنة فتح المطاريف، طبعاً كرئيس راح يعطي أمر بفتح المطاريف. طبعاً إحنا الآن في خطوة رقم 7، كرئيس راح يرسل أمر بفتح المطاريف. الآن من لوحة التحكم أيقونة فتح المطاريف، زي ما نشوف ظهر لنا اسم المنافسة، الحالة معتمد طبعاً، خيارات فتح المطاريف. طبعاً كرئيس الآن راح يعطي أمر بفتح المطاريف، اطلع على أنه عدد المشترين 1، أيضاً عدد العروض المستلمة 1، راح يعطي أمر بفتح المطاريف وراح يأكد هذا الأمر. بمجرد طبعاً ما يتم فتح المطاريف على طول راح يتم إيقاف استلام العروض من الموردين. طبعاً الآن تم فتح المطاريف زي ما نشوف عند صاحب صلاحية رئيس، ممكن يطلع على اسم الشركة وبياناتها، حالة العرض مستلم، ممكن يطلع الآن على ملفات عرض المورد زي ما نشوف، هذا هو ملف العرض الخاص بالمورد، أيضا التسعيرات الخاصة بالمورد زي ما نشوف هذا المجموع، أيضا ممكن نطلع على البيانات ومعلومات هذا المورد عن طريق الضغط على اسم المورد، نشوف المعلومات الخاصة بالمورد، الإيميل، الاسم، رقم السجل المدني، جميع التفاصيل، معلومات النشاط المهتم فيه، فروع الشركة، أيضا العقود المنفذة على هذا المورد حاليا، لكن زي ما قلنا ما في ربط بين العقود وبين المنافسات، المستندات الحكومية. طبعا أيضا ممكن نطلع على المستندات الحكومية الخاصة بهذا المورد، نشوف هل السجل التجاري موجود، ساري المفعول أو غير ساري المفعول، الزكاة، تصنيف المقاولين، جميع الشهادات والتأمينات أيضا. فممكن عندنا أيقونة فحص جميع الملفات تساعدنا فيما بعد إن تسهل لي كيف أدقق إلكترونيا مستندات الحكومية الخاصة بهذا المورد، زي ما نشوف مثلا السجل التجاري، ساري المفعول، شهادة تسديد الزكاة، طلع لي خطأ في بيانات المدخلة من قبل المورد. طبعا هذا معناته إن المورد ما أضاف هذه الشهادة، فممكن أننا طبعاً نتواصل مع المورد ليضيف بياناته. طبعاً بس هذا فقط في البيئة التجريبية حالياً. الآن انتهى دور الرئيس، راح ندخل بصاحب صلاحية السكرتير. طبعاً بعد ما يتم الاجتماع مع أعضاء اللجنة فتح المطاريف وكسكرتير راح يعبي البيانات، طبعاً من أيقونة فتح المطاريف راح تظهر لي اسم المنافسة، أيضاً فتح المطاريف زي ما نشوف الآن، شركة شمول، خيارات فتح. الآن طبعاً كسكرتير راح يشيك على تفاصيل العرض المالي الخاصة بهذا المورد، الآن طلع لي المبلغ الخاص بهذا المورد، أيضاً المستندات. الآن طبعاً بعد ما يفحص ملفات أو المستندات الحكومية عفواً الخاصة بهذا المورد، الآن راح يعبي هذه البيانات. طبعاً إيش هذه البيانات؟ راح يشيك الخطاب الضمان مرفق أو غير مرفق. طبعاً خطاب الضمان حالياً ورقي، من المفترض أنه يجيكم عن طريق مورد ورقي، لكن باقي الشهادات إلكترونية تقدم. طبعاً راح يشيك شهادة الزكاة، هل هي مرفقة غير مرفقة، سارية المفعول أو غير سارية المفعول، زي ما قلنا اللي هي أيقونة فحص الملفات ممكن تساعد السكرتير في إنه يعبي هذه البيانات. الآن بعد ما يعبي جميع المستندات والمرفقات، في حال وجود خصم ممكن يضيفه، أي أيضاً في حال وجود ملاحظات ممكن يضيفه. الآن إرسال. طبعاً الآن أنا في بيئة تجريبية فما عندي إلا مورد واحد، لكن في البرودكشن عندكم من المفترض أن كل شركة راح تكون في سطر، فكسكرتير لازم يدخل على كل مورد و
يفتح المظاريف ويعبي جميع البيانات. طبعاً الآن بعد ما يعبي جميع الشركات راح نروح لأيقونة إنهاء عملية فتح المظاريف تأكيد. الآن تم إرسال تقرير فتح المظاريف للاعتماد من الرئيس. الآن انتهى دور السكرتير زي ما نشوف. الآن كسكرتير انتهى دوره وأرسل هذا التقرير للرئيس عشان يعمده. طبعاً راح ندخل بصاحب صلاحية الرئيس عشان يعمد تقرير فتح المظاريف. مدام كلمة تحميل الأوراق النظامية للشركة BDH. صحيح، حالياً ما في صلاحية بطباعة أوراق النظامية، لكن فقط نقدر نطلع عليها فقط إلكترونيا، بس كطباعة إلى الآن ما في صلاحيات. طبعاً الآن دخلنا على صاحب صلاحية الرئيس لجنة فتح المظاريف. من أيقونة فتح المظاريف راح تظهر اسم المنافسة. خيارات الآن كرئيس راح يعتمد تقرير فتح المظاريف. زي ما نشوف كرئيس ممكن يطلع على جميع المعلومات اللي أدخلت بواسطة السكرتير. فمثلاً الآن هذا هو المورد، تفاصيل العرض المالي الخاصة فيه، في حال السكرتير أضاف قيمة خصم أو ملاحظات ممكن يطلع عليها من هنا، مستندات المرفقات ممكن يطلع عليها أيضاً كرئيس، أيضاً ملف في عرض المورد والتسعيرات. الآن كرئيس إما يعتمد هذا التقرير أو يرفضه، في حال الرفض راح يعطي سبب. طبعاً الآن تم اعتماد تقرير فتح المظاريف وانتهينا من خطوة رقم 10، وراح نبدأ بالتقييم الفني وفحص العروض. طبعاً الآن راح في عملية التقييم الفني وفحص العروض راح تبدأ من عند صاحب صلاحية السكرتير. سكرتير لجنة فحص العروض هو اللي راح يبدأ بالتقييم الفني. طبعاً بعد ما يجيه التقييم الفني بشكل ورقي راح يدخل هذه البيانات عن طريق المنصة. طبعاً الآن دخلنا بصاحب صلاحية السكرتير. زي ما نشوف من لوحة التحكم أيقونة التقييم الفني هذا المنافسة اللي تم إنشائها. الآن من خيارات فحص العروض والتقييم الفني. طبعاً الآن كسكرتير راح يعطي قيمة تقديرية. طبعاً الآن راح يعطي قيمة تقديرية بالعرض. طبعاً هذه القيمة التقديرية اللي فهمتها تجي من عن طريق الجهات الفنية، فكسكرتير راح يحط القيمة التقديرية مثلاً نقول 200,000، وراح يعكسها النظام بشكل كتابة حفظ. الآن كسكرتير أضاف القيمة التقديرية وراح يبدأ بفحص العروض. طبعاً هذا المورد، في كل مورد لازم يدخل على فحص العروض والتقييم الفني. الآن راح يحدد حالة العرض، هل هو مقبول أو مرفوض. طبعاً التقييم الفني هل هو مطابق أو غير مطابق، في حال وجود ملاحظات يكتبها، عدم وجود ملاحظات يكتب لا يوجد، فمثلاً حفظ. الآن زي ما نشوف عبينا البيانات الخاصة بالتقييم الفني الخاص بشركة شمول المورد لدينا. الآن راح نرسل التقييم الفني للاعتماد من قبل الرئيس. طبعاً بعد ما يعبي سكرتير جميع الموردين راح يضغط على أيقونة إرسال التقييم الفني. الآن تم إرسال التقرير الفني للاعتماد من قبل الرئيس. زي ما نشوف انتهينا من خطوة رقم 11، راح نبدأ في
خطوة رقم انتهينا من عفوا من خطوة رقم 12، راح نبدأ في خطوة رقم 13. الآن راح ندخل بصاحب صلاحية رئيس لجنة فحص العروض. طبعا زي ما قلت حالي إلى الآن الأعضاء دورهم داخليا، يعني بعد ما يتم تجمع الأعضاء في فحص العروض كسكرتير فقط هو راح يدخل البيانات. الآن طبعا دخلنا بصاحب صلاحية، طب في حال الترسي على عدة شركات طبعا الآن راح نشرحها بإذن الله، بس حاليا أنا للأسف البيئة التجريبية قدمت فقط عرض واحد فراح تكون الترسية كاملة، لكن نفس الطريقة في الترسية الجزئية الآن راح أشرحها بإذن الله. طبعا الآن دخلنا بصاحب صلاحية رئيس لجنة فحص العروض، راح يروح لتعميد التقييم الفني. من أيقونة التقييم الفني راح تظهر اسم المنافسة والحالة التقييم الفني، فمن استعراض كرئيس راح يطلع على القيمة التقديرية اللي تم إدخالها من قبل السكرتير، أيضا راح يطلع على التقييم الفني وفحص العروض اللي تم وضعه عن طريق السكرتير. في حال وجود أي ملاحظات أضافها السكرتير ممكن يطلع عليها الآن، إما أن يعتمد أو يرفض. طبعا في حال الرفض لازم يعطي سبب الرئيس عشان ترجع للسكرتير لتعديل الخطأ. الآن تم اعتماد التقييم الفني زي ما نشوف الحالة، تم انتهام التقييم الفني، راح نبدأ في آخر مرحلة اللي هي مرحلة الترسية. طبعا مرحلة الترسية راح تبدأ من عند صاحب صلاحية سكرتير رئيس فحص العروض، راح يعطي توصية بتوصية ترسية على مورد معين. فراح ندخل الآن بصاحب صلاحية السكرتير، سكرتير فحص عروض. الآن انتهينا من التقييم الفني، راح نروح لأيقونة الترسية. الآن ظهر لي اسم المنافسة، الحالة تم الانتهاء من التقييم الفني من خيارات ترسية. الآن كسكرتير راح يفتح الترسية. طبعا زي ما نشوف الآن بما أننا في بيئة تجريبية ما عندي إلا شركة واحدة، لكن في حال عندكم في البرودكشن والبيئة البيئة اللي عندكم يعني راح تكون فيها أكثر من مورد، فلكل مورد راح تظهر خيار الترسية. فالآن مثلا شركة شمول نروح من خيارات ترسية نختار طبعا ترسية كاملة أو جزئية. طبعا في حال كانت ترسية على عدة شركات أستاذ فيصل راح نحط ترسية جزئية، راح نحط القيمة الترسية، وفي الملاحظات أو المبررات راح نحط البنود الخاصة بهذا المورد، وراح نحط مبررات الترسية عليه، وأيضا راح نختار في لما نرجع وراء المورد الثاني ترسية جزئية، فراح نرسي على موردين بترسية جزئية. لكن الآن أنا فقط قدمت بمورد واحد، فراح تكون ترسية كاملة، راح تعكس لي قيمة الترسية هنا وملاحظات هي المقصود بها هنا اللي هي مبررات الترسية. فمثلا راح نحط المبررات، مثلا تم الترسية على هذا بسبب الأقل سعر. فبعد ما يعبي جميع البيانات تفاصيل العرض المالي المستندات أيضا ممكن يطلع عليها، الآن يتم إرسال هذه التوصية. طبعا زي ما نشوف في شركة شمول تم ترسيتها كليا، لكن في حال الجزئية راح يكون شركتين، وراح أيضا راح يطلع لي تم ترسية جزئية على شركة شمول، والبند اللي بعده أو عفوا السطر اللي بعده راح يكون تم ترسية جزئيا على الشركة باء مثلا. فالآن تم ترسية على هذا المورد، راح يطلع لي التقييم الفني، فحص العروض، قيمة العرض وجميع التفاصيل الخاصة بالمورد. الآن راح نرسل الاعتماد هذه الترسية. طبعا قبل ما نرسل بس في عندنا الآن بعد ما وصى السكرتير
عندنا محضر توصيه بالترسيخ. طبعا زي ما قلنا الاعضاء الى الان وجودهم داخليا، فمن المفترض كمحضر يوقع من جميع الاعضاء بعد ما يتم. طبعا هذا هو التامبلت الخاص بي محضر التوصيه. طبعا ممكن يطبع ممكن يضاف عفوا اللي هو شعار الجهه الحكوميه. الان هذا هو المحضر، هذه اسم المنافسه، التاريخ، ايضا المورد اللي تم التوصيه عليه، ايضا مبررات التوصيه والمبلغ. ايضا بعد طباعته راح يتم توقيع من قبل المدراء والناس والمختصين طبعا واعضاء اللجنه. طبعا مع امكانيه التعديل على هذا الفورم. طبعا الان بعد ما يتم توقيع على المحضر، الان راح نرسل هذا التوصيه للرئيس عشان يعتمدها. بعد ما يتم التوقيع على المحضر داخليا راح يروح للرئيس. كرئيس الان راح يعمد تقرير التوصيه. فالان راح ندخل بصاحب صلاحيه رئيس لجنه فحص العروض. طبعا كرئيس لجنه من ايقونه الترسيه راح تظهر له اسم المنافسه استعراض. طبعا بعد ما داخليا يجي المحضر بتوقيع جميع الاعضاء راح يعتمد ترسيه المنافسه، لان بمجرد ما يتم اعتماد الترسيه من قبل الرئيس راح يوصل اشعار للمورد بانه تم الترسيه عليك، فعشان يتواصل معاكم في انشاء العقود. فعشان كذا داخليا الى الان اللي فهمته طبعا في المنافسات انه من المفترض انه يتم في المحضر توقيع الوزير وصاحب الصلاحيه، فهذه كلها تتم حاليا داخليا الى ما يتم الربط مستقبلا ب ويعني اضافه صلاحيات للاعضاء. الان كرئيس راح يعتمد ترسيه هذه المنافسه. الان تم اعتماد ترسيه هذه المنافسه زي ما نشوف الحاله ظهرت لنا تم ترسيتها. الان تم الترسيه بالمنافسه وهذا المحضر بالتوصيه. ايضا ممكن لما ندخل على المورد، هذا هو المورد، راح يجيه اشعار بان تم ترسيتها زي ما نشوف. هذه المنافسه اللي اشتراها تم ترسيتها. في الحالة تم ترسيتها ممكن يطلع على تفاصيل الترسية ويشوف أن شركة شمول اللي هو نفس المورد تم الترسية عليه. فبكذا راح يتواصل معكم المورد لتوقيع أو إنشاء العقد. التوقيع على المحضر من قبل أعضاء اللجنة إي نعم، وطبعا يكون داخليا ويرسل للرئيس عشان يعتمد إلكترونيا التقرير. الآن انتهينا من سير عمل المنافسات العامة في المنصة ومن إنشاء المنافسة إلى ترسيتها. طبعا في حال وجود استفسار تخص استفسارات تخص المنافسات تفضلوا عشان نبدأ في الستب اللي بعدها اللي هو دعوات الشراء المباشر. نعم تتم يظهر لهم زي ما شرحت قبل شوي، هذا مورد زي ما شرحنا قبل شوي، هذا مورد وهذه المنافسة ظهر له تم ترسيتها وراح يطلع على تفاصيل الترسية وأيضا مين الأشخاص اللي مرسين مع يعني في حال ترسية على جزئية ممكن تظهر له المورد الآخر اللي تم الترسية عليه. أيضا راح يشوف تفاصيل العرض، ممكن يطلع بعد فتح المظاريف على أسعار الموردين الآخرين. في شفافية كبيرة في المنصة. في حال إلغاء المنافسة نفس إجراء الترسية. يا ليت بس تشرح لي أكثر، ما فهمت عليك إلغاء المنافسة. طبعا إلغاء المنافسة من عند
اللي هو سكرتير و رئيس فحص العروض هم المعنيين بإلغاء المنافسة. طبعاً في حال ألغوا المنافسة فمثلاً سكرتير ألغى المنافسة راح تروح للرئيس عشان يعتمد هذا الإلغاء، وبمجرد ما يتم الإلغاء راح تلغى المنافسة. هل أجبتك على استفسارك أستاذ فيصل؟ طبعا في حال ان التقييم الفني ما كان مطابق او العرض مرفوض في فحص العروض، طبعا ما راح يتم الترسية على هذا المورد. اصلا في مرحلة الترسية ما راح يظهر لنا اسم المورد اذا حطينا في التقييم الفني انه غير مطابق او العرض حقه مرفوض، في الترسية ما راح يتم الترسية عليه. فمن البداية بمجرد ما أنه ما كان مطابق هذه الشركة في حال الترسية ما راح يتم الترسية عليه. نعم يظهر للمتقدمين عن المنافسة أنها تم إلغائها، أيضا راح يجيهم إشعار في الحالة جنب اسم المنافسة تم إلغائها. جميل. طبعا الآن راح ننتقل بإذن الله. طبعا بس حابة أشرح على السريع اللي هو دعوات الشراء المباشر. طبعا دعوات الشراء المباشر نفس طريقة إنشاء المنافسة، اللهم الاختلاف في إرسال الدعوات. طبعاً راح يتم إنشاء أمر الشراء المباشر من قبل مدخل البيانات، ومن ثم راح يرسل أمر الشراء للتدقيق. بعد ما يتم تدقيق الأمر الشراء وتعميده راح ترجع مرة أخرى لمدخل البيانات لإرسال الدعوات للموردين. نعم نعم أستاذ فيصل، راح تعاد نفس الخطوات لأن خلاص في السيستم راح تظهر له منافسة ملغية، فراح يبدأ من البداية. الآن بس على السريع راح أشرح كيف نرسل دعوات عامة. زي ما قلنا الدعوات الشراء المباشر بالضبط نفس المنافسات، راح نروح لإنشاء منافسة، راح نختار دعوات شراء مباشر، راح نحدد. طبعا في حال سوينا تشيك على بناء قائمة راح تظهر لكل الموردين، والموردين راح يطلبون طلبات انضمام، فراح تكون دعوة شراء مباشرة للجميع، راح تظهر للجميع وهم يطلبون طلبات انضمام، وانت كمنشئ دعوة شراء اما ان تقبل او ترفض. لكن في حال ما حطينا تشيك على البوكس راح نرسل لناس معينين. طبعا بعد ما نعبي جميع البيانات طبعا حالها نفس حال المنافسات راح تروح للتعميد. بعد التعميد راح ترجع مرة ثانية ل المدخل اللي أنشأ المنافسة، راح يروح من لوحة التحكم قائمة المنافسات، راح تظهر له مثلا اسم المنافسة. فمثلا الآن عندي دعوة شراء جاهزة سميناها توريد برنامج ساب معتمدة، خلاص دققها المدقق واعتمدها.
راح تظهر للمرسل أو المنشئ خيار اسمه إرسال دعوة. الآن من إرسال الدعوة راح يحدد اسم المورد أو يبحث عنه. طبعاً البحث راح يكون إما بالسجل التجاري، الاسم التجاري، الشركة، رقم السجل المدني. فمثلاً أنا عندي الاسم التجاري الخاص بهذا المورد، فمثلاً هو شمول في البيئة التجريبية، راح أبحث عنه. بمجرد ما أبحث عن المورد راح أضيفه لقائمة الدعوات. ردي هذا الشركة تم دعوتها فأضفناها في قائمة الموردين. مثلاً لدي اسم شخص آخر أو مورد آخر، نايفات بحث، راح أضيف شركة إعمار النايفات لقائمة الدعوات. الآن بعد ما نضيفهم في الليست وفي القائمة راح نرسل تنبيهات وراح توصل للموردين. طبعاً في حال بحثنا وما لقينا اسم المورد، في عندنا أيقونة دعوة الموردين غير مسجلين في المنصة. طبعاً راح نقدر نرسل لهم إيميل أو SMS اللي هو رسائل نصية. ففي كل سطر راح نضع بريد مورد، ومن بعد تعبئة كل سطر في الإيميلات راح يتم إرسال. أيضاً في الرسائل القصيرة كل رقم جوال في سطر، ومن ثم طبعاً مع الالتزام بفتح الدولة، وفي كل سطر رقم الجوال ومن ثم إرسال. راح تجي رسائل للموردين إنه يجب التسجيل في المنصة لقبول هذه دعوة الشراء. فالآن مثلاً شركة إعمار النايفات بنرسل لها دعوة، بعد ما نعبي الليست راح إرسال تنبيهات. الآن تم إرسال الدعوات إلى الموردين. بس فقط راح أوريكم كيف راح يظهر للمورد. أنا راح أدخل على شركة النايفات عشان أشوف إيش الإشعار اللي راح يجيهم. زي ما نشوف يوجد لديك عدد من الدعوات وفي زي الإشعار لدى المورد. هذا هو البرنامج أو دعوة الشراء اللي أنا أرسلتها. الآن كمورد إما يقبل الدعوة أو يرفضها. طبعاً في حال قبل الدعوة راح يكمل باقي الستيب نفس المنافسات، راح يقبل الدعوة، راح يرفع ملفات العرض، وراح تبدأ فتح المظاريف وفحص العروض وأخيراً الترسيل كما هو الحال في المنافسات. طبعاً هذا بما يخص دعوات الشراء المباشر في منصة اعتماد. طبعاً في حال وجود أي استفسار عن المنافسات دعوات الشراء المباشر ممكن أنكم تكتبون استفساراتكم في الشات. طبعاً بعد ما انتهينا من المنافسات ودعوات الشراء المباشر راح ننتقل في إنشاء العقود. طبعاً بعد ما يجي نوتيفيكيشن وإشعار للمورد بأنه تم الترسيل عليك راح يتواصل مع الجهة الحكومية عشان ينشئ العقد مع الجهة الحكومية. بخصوص اختيار بناء هل الآن الصوت واضح؟ أستاذ عبد العزيز بخصوص استفسار بناء قائمة الموردين لا يمكن قبولها مختصين من مجال المنافسة. طبعاً هذا في حال أنك حطيت بناء قائمة موردين، لكن في حال عندك موردين معينين وفي نفس الاختصاص ممكن ترسل لهم على طول بدون ما تبني قائمة. فإذا عندك موردين اوريدي انت عارفهم ومشتغل معهم من قبل مختصين في مجال المنافسة ممكن ترسل لهم على طول، انه افضل من انك تبني قائمة ويجونك ناس غير مختصين. فطبعا انت عندك خيار اما انك تقبلهم او ترفضهم، لكن من المفترض انهم يعني من المفترض أن عندك الخيار إما أن تقبل أو ترفضهم.
طبعاً الآن راح نبدأ في إنشاء العقود. الآن طبعاً في إنشاء العقود، الآن بعد ما تم الترسية على مورد معين راح نبدأ في العقود. نعم أستاذ عبد الرحمن، راح نتكلم إن شاء الله عن الرواتب، لكن الآن راح أشرح العقود ومن ثم المطالبات المالية وأوامر الصرف والدفع، وأخيراً راح أبدأ في الرواتب. إدارة العقود، راح نبدأ بإنشاء العقود. طبعاً إنشاء العقود عندنا صاحب صلاحية مسجل العقد. بعد ما يتم إنشاء العقد راح نحدد نوع العقد، هل هو جديد أو قائم، ومن ثم راح نختار النوع ونعبي البيانات الرئيسية. وبعد ما يتم تعبية البيانات الرئيسية راح نعبي التفاصيل المالية وخطة الدفع، ومن ثم أخيراً راح أرفق جميع المستندات. طبعاً المستندات راح تكون عقد، خطاب ترسية، جدول كميات، أو أي مستند آخر خاص بإنشاء العقود. بعد ما يتم إنشاء هذا العقد راح يرسل لصاحب صلاحية آخر اللي هو اعتماد ارتباط العقد. طبعاً اعتماد ارتباط العقد هذا شخص مختص في الميزانية، راح يرتبط هذا العقد. بمجرد ما يعتمد ارتباط هذا العقد راح يحجز المبلغ من البند المعين. طبعاً أستاذ عبد العزيز، ممكن أنك تضيف مورد بعد ما ترسل الدعوات، ترجع مرة ثانية لمدخل البيانات وخيارات إرسال دعوة. هل الصوت واضح؟ واضح، جميل. طبعاً أستاذ عبد العزيز بخصوص استفسارك، نعم تقدر تضيف مورد بعد ما ترسل الدعوات، لكن قبل ما يتم فتح المظاريف. يعني لازم تتأكد من هذه النقطة، ما تقدر ترسل دعوة بعد ما يتم فتح المظاريف. جميل. الآن نكمل شرحنا في العقود. من إدارة العقود، العقود والتعميدات. الآن من أيقونة تعاقد، الآن راح نحدد العقد اللي عندي أو اللي راح أشرح أضيف عفوا، هل هو جديد أو عقد قائم. طبعا العقد القائم اللي يكون له دفعات من قبل سابقا مستمر في الدفع. الآن راح نضيف العقد. طبعاً بداية يجب أننا نقرأ هذه الشروط اللي هي ما هي العقود اللي تم إجازتها من وزارة المالية. طبعاً العقد اللي قيمته 5 مليون وأكثر ومدة العقد أكثر من 12 شهر يتم إجازتها من وزارة المالية، وعقود برامج التحول الوطني اللي يكون قيمتها 20 مليون وأكثر ومدة العقد أكثر من 12 شهر راح يتم إجازتها من وزارة المالية. طبعاً إذا كانت العقود ما تتوفر مع هذه الشروط راح تكون إجازتها داخلياً من الجهة الحكومية. الآن طبعاً راح أحدد العقد أو تعميد. طبعاً سير العمل راح يكون نفس الطريقة، إما عقد أو تعميد. طبعاً إيش تعميد؟ التعميد اللي يكون 300 ألف وأقل. العقد أكثر من 300 ألف راح السيستم راح يضعه كعقد. الآن مثلاً راح أنشئ تعميد، راح نسميه مثلاً توريد أجهزة. الآن بعد ما سمينا اسم العقد راح نضع تصنيف العقد، مثلاً توريد، التصنيف الصناعي للمشروع، مثلاً أجهزة كمبيوتر. الآن راح أضع قيمة التعميد، فمثلاً قول 100 ألف.
وعملة العقد راح تكون بالريال السعودي. طبعا في حال كان العقد ذو طابع سري أو من برامج الرؤية راح نحط تشيك على هذه البوكس. الآن راح أضيف البند الخاص بهذا العقد أو التعميد عفوا. الآن راح أضيف رقم البرنامج أو المشروع. بعد ما أحط الرقم أيقونة إضافة مع إمكانية إضافة أكثر من بند أو مشروع على نفس التعميد أو العقد. الآن راح أحدد مدة هذا العقد أو التعميد، فمثلاً سنة معيار راح يكون بالسنة، وصف مختصر للعقد وتفاصيل العقد هذه غير إجبارية في السيستم، لكن ممكن كجهات أنكم تعبونها يعني على حسب الموجود في العقد. أستاذ عبد العزيز صحيح، حالياً البيئة التجريبية اللي عندي ما صار لها تحديث، لكن في التحديث لديكم الجديد صار فيه اللي هو الموقع الجغرافي أتوقع، وأيقونة أخرى ثانية إضافية، لكن حالياً البيئة التجريبية لم يتم تحديثها، لكن تقريباً نفس المعلومات راح تكون موجودة عندكم في البيئة. الآن بعد ما نضيف تفاصيل العقد ووصف المختصر للعقد راح نضيف الجهة المتعاقدين معها. طبعاً راح يتم البحث بالسجل التجاري أو باسم المورد أو الجهة أو المقاول عفواً. فمثلاً عندي شركة راح أبحث بالاسم، بعدين تحقق راح تظهر لي في القائمة مثلاً هذه الشركة اللي راح أتعاقد معها. طبعاً أنتم تقدرون تبحثون بالاسم أو بالسجل التجاري يعني عشان أضمن يعني. الآن راح نضيف المناطق أيضاً مع إمكانية إضافة أكثر من منطقة. الآن بعد ما عبينا التفاصيل الأساسية في العقد راح نروح لتفاصيل المالية الخاصة بهذا العقد. زي ما نشوف قيمة العقد اللي احنا أضفناه 100,000، مدة العقد راح تكون سنة، وتفاصيل المالية للعرض لازم نحط المطلوب من التكاليف نفس قيمة العقد، فمثلاً 100,000 حفظ. الآن خطة الدفع. طبعاً خطة الدفع جداً مهمة في إنشاء العقود. خطة الدفع راح تساعدني في إنشاء المطالبات المالية فيما بعد. يعني مثلاً خطة الدفع اللي هو طبعاً اللي تم اتفاق مع المورد عليها، فمثلاً راح أدفع للمورد خلال هذه السنة في كل 6 شهور، فمثلاً راح أضيف دفعتين أو مستخلصين لهذا التعميد أو لهذا العقد. راح أحدد السنة والشهر، فمثلاً أقول في شهر 3 راح أحدد طبعاً البند اللي راح أصرف منه. طبعاً نسبة الإنجاز كتوتل في الأخير لازم تكون 100%، فالآن بما أني راح أحطها على دفعتين راح أحط نسبة الإنجاز الأولى 50%. المبلغ اللي راح أدفعه هو 50,000 في أول مطالبة أو مستخلص. المستخلص الثاني راح يكون في شهر 6، أحدد البند ونسبة الإنجاز راح تكون 50%، وأيضا المبلغ راح يكون 50,000. زي ما نشوف خطة الدفع الآن أضفنا فترتين أو مستخلصين للمورد ونسبة الإنجاز 50 و50، تأكدنا في الأخير تصير 100%. أجمال السيولة لازم إنه يكون نفس قيمة العقد ونفس التفاصيل أو المطلوب من التكاليف. بكذا ممكن ننتقل للمرحلة اللي بعدها. الآن راح نضيف المرفقات الخاصة بهذا العقد، نسخة من العقد أو التعميد، نسخة من جدول الكميات، ونسخة من خطاب الترسية، وفي حال وجود أي مرفق آخر ممكن نضيفه. فمثلاً الآن أنا راح أرفق فقط نسخة من العقد. كسيستم ما راح يوقفك إلا إذا يعني نسخة العقد هي الإجبارية في السيستم،
في حال ما أضفت نسخة من الخطاب الترسي أو جدول كميات غير إجباري، لكن داخلياً عندكم لما يروح للارتباط أو فيما بعد لما يروح للمراقب المالي يمكن أنه يرفضه، فمن البداية يفضل أنها تنضاف جميع المرفقات المطلوبة. طبعاً الآن إرسال. الآن زي ما نشوف أضفنا عقد، وهذا الرقم المرجعي الخاص بالعقد. انتهينا الآن من إنشاء العقد، راح نروح لستيب رقم 5 اعتماد ارتباط العقد. تفضل أستاذ. أكيد أكيد ما عندك أي مشكلة، بس الآن راح بس أعمد هذا العقد وراح أرجع في شرح خطة الدفع. طبعاً الآن بعد ما انتهينا من إنشاء العقد طلع لنا سجل عفواً رقم مرجعي خاص بهذا العقد. الآن انتهت من هذا الموظف، راح تروح للموظف اللي بعده المسؤول عن ارتباط هذا العقد. طبعاً الآن راح ندخل بصاحب صلاحية الموظف الآخر، راح تظهر له في الصندوق الوارد. هذا هو الرقم المرجعي الخاص بالعقد اللي أنشأناه، نوع الطلب عقد، هذا التاريخ، المرحلة اللي موقف الآن فيها هي اعتماد ارتباط العقد. زي ما نشوف تم حجز المبلغ مبدئياً، لكن إلى الآن ما تم حجزه في البند، ما راح يتم حجزه إلا بعد ما يتم اعتماد ارتباط هذا العقد. من خيارات هذا هو اسم التعميد اللي راح اللي أنشأناه، إجراءات السابقة، مين اللي سجل هذا العقد، ممكن في يعني في كل ستيب في المنصة راح يطلع لنا اللي هي أيقونة إجراءات سابقة. هذه راح تساعد الموظفين إنهم يعرفون فين وقف أو إيش المرحلة اللي وصل لها وصلت لها عفوا المعاملة. فمثلا تسجيل أمر تسجيل العقد تم بواسطة اللي هو محمد العمر، تاريخ الإجراء، الملاحظات، المرفقات أيضا ممكن يطلع عليها. فبعد ما يطلع على جميع التفاصيل أيضا ممكن نطلع على المرفقات اللي أرفقها اللي قبلي اللي هو أنشأ العقد، فراح أشوف تفاصيل المالية الخاصة لهذا العقد. الآن كشخص في الميزانية إما أن يعتمد أو يرفض. طبعا في الملاحظات إجبارية في المنصة، ما تقدر تروح للمرحلة اللي بعدها إلا ب يعني إدخال الملاحظة. فمثلا بما أن شخص مسؤول في الميزانية راح نقول مثلا يوجد سيولة وراح يعتمد. في حال الاعتماد راح ننتهي من إنشاء العقود ونبدأ في المطالبات المالية. في حال وجود أي خطأ راح نضغط على أيقونة إعادة إلى مقدم الطلب، وراح ترجع للشخص مع الملاحظات اللي هي سبب رفضك لهذه المعاملة. فالآن راح نعتمدها. بكذا إحنا انتهينا من إنشاء العقد وعمدناه في الميزانية. أول ما يتم تعميده راح يحجز هذا المبلغ اللي هو 100,000 من البند اللي إحنا حددناه. بس حابة أرجع أشرح اللي هو خطة الدفع عشان توضح للأستاذ عبد العزيز. هل إلزام إرفاق المرفقات؟ نعم أستاذ فهد، يلزم المرفقات، يعني لأنه يعتمد على الشخص اللي بعدك المدقق، ولما توصل بعدين للمراقب المالي ممكن يرجعها لك أو مدير الإدارة عندكم. فمن البداية يفضل أنك تلتزم بإرفاق المرفقات. طبعاً بس أرجع أسوي عقد تجريبي. قيمة العقد مثلاً نقول 200,000، حدد البند، والمنطقة، وحدد الجهة بعد ما أبحث عنها بالسجل التجاري أو بالاسم، ومدة العقد، الآن هذا بخصوص استفسارك أستاذ عبد العزيز اللي هو التفاصيل المالية للعقد.
طبعاً إحنا إنشأنا عقد قيمته 200,000، ومدة هذا العقد راح تكون سنة. فمثلاً في التفاصيل المالية كيف راح نسوي خطة الدفع؟ طبعاً المطلوب من التكاليف لازم تكون نفس قيمة العقد 200,000 حفظ. الآن راح ننشئ خطة الدفع. طبعاً خطة الدفع اللي هي الخطة اللي تم الاتفاق عليها مع المورد. فمثلاً المورد راح ندفع له شهرياً، فراح يكون شهر بشهر، وراح نضيف المبلغ اللي راح نضيفه له. في حال طبعاً كان في تأخير من المورد، في عندنا اللي هي خطة الدفع هذه ممكن التعديل عليها فيما بعد. يعني بعد ما أنشأنا العقد وأضفنا دفعة مثلاً في شهر 3، مثلاً بما أن قيمة العقد عندي 200,000، راح أحط مثلاً 50,000، 50% إنجاز، راح أدفع لأول مستخلص 100,000، حلو. والمستخلص الدفعة الثانية راح تكون أيضاً 100,000 و50,000، 50% عفواً، وفي شهر 6 حددنا. طيب حلو. الآن خطة الدفع أستاذ عبد العزيز، في شهر 3 راح ندفع له 100,000، وفي شهر 6 راح ندفع له 100,000، فإجمالي السيولة راح يكون اللي هو قيمة العقد. لنفرض أن المورد تأخر علينا في التوريد أو في رفع المطالبة، راح يكون في عندك صلاحية. طبعاً اللي ينشئ العقود في عنده صلاحية اسمها صلاحية تعديل خطة الدفع. هذه الصلاحية تعطى من عند مدير النظام عندكم، راح يعطيها، يعطي صلاحية للي أنشأ العقد صلاحية تعديل خطة الدفع. ففي حال مثلاً تأخر المورد وما ورد مثلاً في شهر 3 أو ما رفع المطالبة، ممكن إننا نرجع في تعديل، وراح نعدل في الشهور مثلاً ونضيفها في شهر 3، شهر 4. فإمكانية تعديل خطة الدفع هي موجودة في حال طبعا تأخر في رفع المطالب المالية. زي ما تشوف الآن أضفنا مستخلصين، مستخلص الأول بقيمة 100,000 والمستخلص الثاني ب100,000، فإجمالي كان 200,000 اللي هو قيمة العقد. طبعا نسخة العقد هذه إجبارية في المنصة. الجدول الكميات وخطاب الترسية غير إجباري، لكن فقط التعميد. يعني زي ما نشوف مثلا سوينا إرسال طلع لنا تنبيه يجب اختيار المرفق خصوصا في نسخة العقد، بس هذا طبعا يعتمد داخليا لدى كل جهة. فمثلا في جهات فقط تلتزم بنسخة العقد، في جهات تلتزم بكل الثلاثة اللي هي خطاب ترسية، جدول الكميات، ونسخة العقد. طبعا إن شاء الله وضح خطة الدفع. الآن أضفنا طبعا عقد جديد، وهذا هو الرقم المرجعي. طبعا انتهينا الآن من خدمة العقود، أنشأنا عقد واعتمدنا ارتباط العقد من الميزانية، وحجزنا المبلغ الخاص بهذا العقد. جميل. طيب لنفرض الآن إن طبعا زي ما تعرفون إلى الآن راح يتم رفع المطالبات المالية من الجهات الحكومية، لكن بإذن الله في بداية الربع الثاني راح يتم رفع المطالبات من قبل المورد، بس حاليا راح تكون من عندكم في الجهة. طبعا قدم مطالبة مالية المورد وراح نرفعها له. كيف راح نبدأ برفع المطالبات المالية؟ طبعا المطالبات المالية راح تبدأ بصاحب صلاحية إضافة مطالبة مالية. بمجرد ما يتم إضافة المطالبة المالية راح نروح لتدقيق هذه المطالبة المالية. بعد ما يتم تدقيق هذه المطالبة تروح لصاحب صلاحية تعميد المطالبة المالية. طبعا في المطالبات المالية إجباري إرفاق شهادة الإنجاز، ولا ما راح يتم تعميد المطالبة المالية. طبعا بعد ما يتم تعميد المطالبة المالية راح يتم تسجيل أمر صرف، ومن ثم تسجيل أمر دفع. لكن حاليا خلينا نشرح المطالبات المالية. طبعا في حال وجود اعتذر بما أننا انتهينا إدارة عقود، في حال وجود أي استفسار عن العقود
ممكن تتفضلون. طبعا المطالبات المالية في منصة، في عندنا 3 خدمات للمطالبات المالية. لدينا مطالبات مالية للعقود اللي هي ننشئ فيها المستخلصات للعقود والتعاميد، ومطالبات مالية للفواتير في حال في فواتير وتدفع مرة واحدة، راح أيضا نرفقها كمطالبة مالية للفواتير. أيضا مطالبات استثنائية اللي هي لا تكون فاتورة ولا تكون على عقد، مثلا بأمر سامي أو بأمر وزاري. فالآن مثلا بما أني أنشأت عقد قبل شوي أو تعميد عفوا، راح أنشئ عليه مطالبة مالية. فمن مطالبات مالية، مطالبات المالية للعقود. الآن من أيقونة العقود زي ما نشوف تظهر لي كل العقود اللي ممكن أضيف عليها مطالبات مالية. فراح أروح لآخر صفحة عشان يظهر لي العقد اللي أنا أنشأته. زي ما نشوف هذا هو العقد اللي أنا أنشأته، توريد أجهزة جامعة الملك خالد. الآن راح أحط إضافة عشان أضيف مطالبة مالية لهذا العقد بخصوص التعميد الإفرادي. كيف تكون خطة الدفع؟ أستاذ عبد العزيز، بس ممكن تشرح لي إيش قصدك بالتعميد الإفرادي؟ يعني تعميد مرة واحدة فقط راح يدفع للمورد، قصدك مرة واحدة فقط؟ إذا قصدك الدفعة تكون مرة واحدة، فمعناتها راح تكون خطة الدفع على شهر واحد، إنجاز أو نسبة الإنجاز راح تكون 100% ونفس قيمة التعميد فقط. يعني راح يكون عندنا فقط في خطة الدفع 100% نسبة الإنجاز والمبلغ اللي هو مبلغ التعميد. ليس مبلغ ثابت، يعني ما في مبلغ متفق معاه مع المورد عشان التعميد. طيب هل يوجد بينكم تعميد أو هل يوجد بينكم عقد؟ أو راح ممكن تقدر تدفع له كفاتورة يمكن، بس ممكن تشرح لي يتم حساب الكمية في آخر كل شهر، يعني أنت راح تدفع للمورد في كل شهر، ممكن هذه ترفعها كمطالبة فاتورة. فمثلاً كل شهر، إيه معناته في كل شهر راح ترفع مطالبة مالية لفاتورة لأنها دفعة واحدة بس، وتحط القيمة مثلاً 50,000 في الشهر الأول. الشهر الثاني راح أيضاً تضيف مطالبة مالية ب50,000 ثانية وهكذا. فراح أنت معناته أنت راح تنشئ له مطالبة مالية خاصة بفواتير. يعني أتمنى أن هذا هو قصدك. طبعا الآن راح نكمل في شرح المطالبات المالية الخاصة بالعقود والتعميد. الآن طبعا حل أول مستخلص للمورد وراح ندفع له أول مطالبة. الآن طبعا بعد ما حددنا العقد اللي راح أنشئ عليه مطالبة مالية، راح تظهر لي خطة الدفع الخاصة بهذا العقد. زي ما أنشأنا في البداية، أنشأنا في شهر 3 راح يكون ندفع له 50,000، وزي ما نشوف الحالة غير مكتملة، معناته إلى الآن ما دفعنا لأي شيء. المطالبة المالية صراحة داخلياً عندكم أستاذ فيصل، ما أعرف بالضبط مين المسؤول عن المطالبات المالية ورفعها، بس هو يعتمد على الجهات. يعني في جهات
كانت المشتريات ترفع مطالبات مالية، وفي جهات كانت لا، إدارة المالية، الإدارة المالية. فصراحة تقسيم داخلي هذا. طبعا الآن أول مستخلص راح أدفع للمقاول هو 50,000، راح أضع قيمة المطالبة، فمثلا قيمة المطالبة 50,000. الآن هل هو مطبق الضريبة؟ طبعا لازم قيمة المطالبة تكون مع إجمالي الضريبة، فمثلا 50,000 ومطبق الضريبة زي ما نشوف السيستم حسب لي قيمة المطالبة الأصلية وقيمة الضريبة. فالآن راح نضع الحساب البنكي. طبعا كيف ظهر الحساب البنكي؟ لأني في بداية إنشائي للعقد أنا وضعت الجهة المتعاقد معها، فإلكترونيا تم ربط الحساب البنكي الخاص بهذا المورد. الآن راح أضع رقم المستخلص، فمثلا المستخلص الأول، الإدارة المسؤولة عن المشروع مثلا اللي رفعت هذه المطالبة هي المالية، فالوصف المطالبة أيضا إجباري، مطالبة مالية لعقد. طبعا المرفقات هنا جدا مهمة، ياليت تركزون في هذه النقطة، خصوصا الإجبارية في المنصة. الآن بخصوص رفع المطالبات عندنا نسخة من الفواتير أو العقود، عفوا هنا في خطأ في البيئة التجريبية، نسخة من العقد أو التعميد إجباري في رفع المطالبة، شهادة الإنجاز، سجل التجاري، وشهادة الزكاة. هذه أربع أيقونات إجبارية ما نقدر ننشئ مطالبة بدونها. يعني زي ما نشوف نسوي حفظ، الآن نسخة من التعاميد أو العقود يجب أن نرفقها، أيضا السجل التجاري، أيضا شهادة الإنجاز، شهادة الزكاة. شهادة الإنجاز إحنا ممكن نرفقها في هذه في أول إضافة مطالبة، يعني ممكن نرفقها من البداية، أو اللي ينشئ المطالبة يرفق شهادة الإنجاز، أو أن نخلي شهادة الإنجاز إلى آخر ستيب اللي هي في التعميد. بس كمجمل المطالبات المالية ما راح يتم تعميدها بدون شهادة إنجاز. فمن الأفضل دائما في أي شرح أقول من البداية الشخص اللي ينشئ هذه المطالبة يضع شهادة الإنجاز من البداية. فالآن راح أضع نسخة من العقد، ونسخة من شهادة الإنجاز، ونسخة من السجل التجاري، ونسخة من شهادة الزكاة. فهذه الأربعة إجبارية. الآن بعد ما عبيت البيانات الخاصة بالمطالبة المالية وراح أدفع لأول مستخلص 50,000، راح نقول حفظ. الآن انتهينا من إنشاء مطالبة مالية رقم واحد، راح تروح لمدقق المطالبة المالية. طبعاً مدقق المطالبة المالية راح يدخل باليوزر، راح يروح للصندوق الوارد. في الصندوق الوارد راح تظهر جميع المعاملات اللي تخص صاحب الصلاحية. فمثلا هذا صاحب صلاحية التدقيق، راح تظهر للمطالبة المالية المرحلة، الآن في مرحلة التدقيق، آخر إجراء بحاجة إلى تدقيق. فالآن ندخل على هذه المعاملة، راح نطلع على الإجراءات السابقة، من اللي سجل المطالبة، بواسطة مين، التاريخ، الملاحظة اللي تم إرفاقها، أيضاً في حال وجود أي مرفق ممكن نطلع عليه. فهذه جميع التفاصيل الخاصة بالمطالبة المالية. زي ما نشوف هذه قيمة المطالبة، مطبق الضريبة، قيمة الضريبة وقيمة المطالبة الأصلية، ورقم المطالبة، والمرفقات. المرفقات احنا اضفنا نسخة من العقد او التعميد، شهادة الانجاز، السجل، والزكاة. ممكن نطلع عليهم كلهم. طبعا الان كمدقق بعد ما يدقق جميع المرفقات راح يقبل او يرفض الطلب. طبعا نقول مثلا راح يقبل الطلب، موافق، قبول الطلب. في حال وجود اي ملاحظات ممكن يكتبها يضغط على أيقونة إعادة إلى مقدم الطلب. فمثلاً كثير من الجهات المرفقات عندهم يعني ما يكتفي بالفواتير والإنجاز والسجل التجاري وشهادة الزكاة، فلازم إنه يرجعها للي مدخل المطالبة ويقول ارفق السعودة، ارفق التأمينات الاجتماعية.
يعني يعتمد على كل مدقق عندكم كيف راح يمشي الموضوع، فيجب من البداية إرفاق المنفقات اللازمة يعني. فمثلاً إيه نعم، الجهات الرقابية لهم أكسس على المنصة فيطلعون على العقود. فالآن موافق كمدقق راح يوافق على المطالب المالية، وراح نروح لصاحب الصلاحية الآخر اللي هي تعميد المطالب المالية. طبعاً الآن راح نعمد المطالب المالية، راح تظهر في الصندوق الوارد لدى صاحب صلاحية تعميد المراقب عفوا تعميد المطالب المالية. زي ما نشوف هذا رقم المرجعي، النوع، مطالبة، آخر مرحلة وقف لها اللي هي اعتماد المطالب المالية، خيارات، راح يطلع الإجراءات السابقة أيضا يدقق جميع التفاصيل. زي ما نشوف في الملاحظات مكتوب لا يتم اعتماد المطالبة ما لم يتم إرفاق شهادة الإنجاز. فاللي أنشأ المطالبة اوريدي احنا أضفنا شهادة الإنجاز، فخلاص من الممكن أننا موجودة، فممكن أننا نعتمد هذه المطالبة. في حال ما كانت موجودة راح يظهر لي أيقونة إرفاق مرفق، وراح نضيف شهادة الإنجاز. فقلنا الملاحظات إجبارية، فمثلا لا يوجد ملاحظات وراح يعتمدها. في حال اعتماد المطالبة المالية أنا راح أقدر أنشئ أمر صرف، أول ما يتم تعميد المطالبة المالية أقدر أنشئ عليها أمر صرف. في حال طبعا تعديل إعادة إلى مقدم الطلب. طبعا المقصود بمقدم الطلب اللي هو اللي أنشأ المطالبة المالية أول شخص. فاتورة الشركة والمطالبة المالية المقدمة من الشركة أي يتم إرفاقها. الآن أستاذ فيصل راح نشرح المطالبات الفواتير بإذن الله. الآن طبعاً انتهينا من إنشاء مطالبة لعقد، ودققنا المطالبة وعمدنا المطالبة، وبكذا نقدر نسجل أمر صرف وبعدين أمر دفع. ولكن قبل ما نكمل في أوامر الصرف والدفع حابة أني أشرح المطالبات المالية للفواتير. طبعاً المطالبات المالية للفواتير تير عملها مختلف تقريباً عن المطالبات المالية بنقطة واحدة. في المطالبات المالية للفواتير راح يتم إنشاء مطالبة مالية، ومن ثم تعمد هذه المطالبة. ما في صاحب صلاحية في الوسط اللي هو مدقق المطالبة المالية، ففقط هذه في المطالبات المالية الخاصة بالفواتير الاستثنائية لا يوجد تدقيق، على طول ننشئ المطالبة ومن ثم اعتماد المطالبة. لكن في مطالبات العقود والتعاميد يوجد لدينا صاحب صلاحية مدقق المطالبة. الآن راح نشرح المطالبات المالية للفواتير من أيقونة أو عفوا من القائمة مطالبات مالية، مطالبات مالية للفواتير، مطالبة جديدة. الآن راح نضيف البند، طبعا ما نقدر نعبي هذه البيانات إلا بعد إضافة البند. الآن راح أحدد البند اللي راح أدفع له الفاتورة منه، فمثلا هذا البند، وراح أحط قيمة الفاتورة 2000 إضافة. الآن حجزت من البند 2000 البند قيمة 2000. الآن راح أعبي البيانات الخاصة بالفاتورة، نشوف هل الفاتورة هذه شاملة ضريبة أو لا. فمثلا نقول إنها شاملة ضريبة، فالسيستم حسب لي إياها المطالبة الأصلية راح تكون ب 1900، قيمة الضريبة راح تكون ب 95 ريال. الآن رقم الفاتورة طبعا راح نضيفه، وتاريخ الفاتورة، ونوع الفاتورة، فمثلا فاتورة كهرباء، مياه، هاتف، بريد، حفلات أخرى في حال وجود وصف للفاتورة. فمثلا يقول إنها فاتورة كهرباء، وصف الفاتورة فاتورة كهرباء
والإدارة المسؤولة مثلاً عن هذه إصداق هذه الفاتورة ممكن نضيفها، ووصف للمطالبة أيضاً لازم نرفقه إجباري في السيستم. الآن أضفنا الوصف والإدارة المسؤولة، الآن راح أحدد أنا لمين أدفع هذه الفاتورة، فنبحث طبعاً في الجهة المتعاقد عنها عن السجل التجاري أو باسم أو كيورد من اسم المورد. فمثلاً نقول الكهرباء تحقق، راح تظهر لي كل الشركات اللي فيها اسم الكهرباء، فأنا أبغى الشركة السعودية للكهرباء، وراح يظهر لي على طول الآيبان الخاص بهذا بهذه الشركة زي ما نشوف. الآن أضفناها. بخصوص استفسارك أستاذ فيصل، نسخة من الفواتير راح تكون في هنا، راح نضيف نسخة من الفاتورة. في حال وجود أي وثائق أخرى تخص هذه الفاتورة ممكن أيضا نضيفها. الآن بعد ما عبينا البيانات الخاصة بالفاتورة راح نسوي حفظ. بعد ما يتم حفظ المطالبة المالية الخاصة بالفواتير راح تروح لصاحب صلاحية التعميد زي ما نشوف في الصندوق الوارد. طبعا الآن أنا في البيئة التجريبية عندي كل الصلاحيات، لكن من المفترض عندكم في البرودكشن كل شخص راح يظهر له في الصندوق الوارد فقط المعاملات اللي تخص الصلاحية المعطالة. الآن طبعاً الرقم المرجعي هذه المطالبة المالية، المرحلة اللي الآن موقفة فيها اعتماد المطالبة المالية ولا تحتاج إلى تدقيق. ليش؟ لأنها مطالبة فواتير. الآن فقط راح ندقق على التفاصيل، ممكن نطلع على نسخة من الفواتير، أيضا نطلع على البند وقيمة الحجز الخاصة بالفاتورة. الآن كشخص كمعمد المطالبة إما أن يوافق أو أنه يرفض، فمثلا نعمد. طبعا بمجرد ما يتم تعميد المطالبة المالية راح نقدر ننشئ عليها أمر صرف ومن ثم أمر دفع. طبعا الآن انتهينا من شرح المطالبات المالية الخاصة بالفواتير والعقود. المطالبات المالية الاستثنائية طبعا ممكن اللي هي بأمر سامي أو وزاري ممكن أن نضيف من مطالبات مالية مطالبات استثنائية إضافة مطالبة جديدة. الآن راح أحدد البند، طبعا تقريبا نفس الفواتير، أحدد قيمة المطالبة هل هي مطبقة ضريبة أو لا، مثلا نقول لا. نوع الخطاب الآن هل هو أمر ملكي سامي وزاري، مثلا أمر وزاري. الإدارة المسؤولة عن هذا المشروع مثلا المشتريات، وصف هذه المطالبة، هذه المطالبة تخص إيش بالضبط. وأيضا نضيف الجهة المتعاقدين معها بالبحث عن الاسم أو بالسجل التجاري. فالآن راح يظهر لنا الحساب البنكي، وأخيراً راح نضيف نسخة من خطاب الاستثناء. وبكذا انتهينا من المطالبات الاستثنائية، وراح تبدأ تكمل سير العمل اللي هو بعد الإنشاء راح تروح للتعميد. بعد التعميد راح ننشئ عليها أمر صرف وأمر دفع. طبعاً الآن بعد ما انتهينا من المطالبات المالية، في حال وجود استفسارات أكيد تفضلوا. طبعا بعد ما أنشأنا مطالبات مالية الآن راح نبدأ في أوامر الصرف وأوامر الدفع اللي هو المختصة في إدارة المالية. طبعا الآن من إدارة المدفوعات أوامر صرف، أمر صرف جديد. الآن أنا حابة أني أنشئ أمر صرف على المطالبة المالية اللي قبل شوي سويناها، حلو، عشان يكون الشغل متسلسل عندنا. فالآن تسجيل أمر صرف، طبعاً هذا صاحب صلاحية آخر، بس خليني أرجع أشرحها سريع في سير العمل. الآن راح نبدأ بستيب رقم 4، تسجيل أمر صرف جديد. راح تبدأ من عند صاحب صلاحية إنشاء أمر الصرف، بعد ما يسجل أمر الصرف ويضع البيانات الخاصة بالمطالبة المالية ويضيف الحسميات، راح تروح لصاحب صلاحية آخر اللي هو تعميد أمر الصرف.
من مدير الإدارة المالية، ومن ثم تعميد أمر الصرف من صاحب الصلاحية النهائي، وأخيراً يتم تعميد أمر الصرف من المراقب المالي. طبعاً عندنا سير العمل زي ما نشوف المنصة متسلسل، فما نقدر نروح خطوة ثمانية إلا لما يتم الانتهاء من خطوة رقم سبعة. فلازم بعد ما يتم تعميد المراقب المالي راح نقدر ننشئ أمر دفع عليها. فحالياً راح ننشئ نشرح أمر الصرف طبعاً من مطالبات مالية. طبعاً زي ما نشوف بعد ما سجلنا أمر الصرف راح يظهر لي جميع المطالبات المالية اللي أنا عمدتها وأقدر أنشئ عليها أمر صرف. فراح تظهر لي في آخر شيء اللي هي المطالب اللي أنا راح أنشئ عليها أمر صرف، زي ما نشوف هذه المطالب اللي إحنا أنشأناها في البداية الخاصة بالعقد أو أول مستخلص، قيمة المطالبة كان 50,000 وهذه قيمة العقد، وهذه التفاصيل الخاصة فيه ممكن أيضاً نطلع عليها عن طريق تفاصيل. راح أطلع على تفاصيل المطالبة، قيمتها، الحساب أو الجهة المستفيدة، رقم العقد، النسخ الموجودة في هذه المطالبة، كلها ممكن نطلع عليها. طبعاً في حال كان وجود أي خطأ في هذه المعلومات ممكن عن طريق إعادة المطالبة للتعديل، راح ترجع لي أنشأ المطالبة عشان يعدلها. الآن راح، وطبعاً هذه أيضاً الفاتورة اللي إحنا أنشأناها وعمدناها وممكن ننشئ عليها أمر صرف، لكن الآن نحب أني أنشئ أمر صرف على أول مستخلص اللي هو بقيمة 50,000. زي ما نشوف أول ما سوينا تشيك على أمر المطالبة ظهر لي كل التفاصيل الخاصة بخطة الدفع. طبعا هذا خطة الدفع اللي أنا أنشأتها، قلنا في شهر 3 راح يكون أول دفعة، وفي شهر 6 بتكون الدفعة الثانية، فهي بتكون مستخلصين. إلى الآن حالة الدفعات غير مكتملة، إلى الآن ما أنشأت لهم أي أمر صرف، نسبة الإنجاز الفعلي إلى الآن صفر. ففي حال اكتمل أمر الصرف وأمر الدفع راح نشوف بعدين نسبة الإنجاز راح تكون مكتملة ومية بالمية. طبعاً الآن بيانات المطالب المالية أو عفواً أمر الصرف، راح أحط المبلغ. طبعاً أول راح يكون على حسب أول مطالبة، بنقول 50,000. رقم المستخلص راح يكون الأول. الآن راح أضيف الحسميات الخاصة بأمر الدفع. الآن إضافة حسمية، التصنيف حسمية الضريبة المضافة. طبعاً ليش طلع لنا في الحسميات حسمية الضريبة المضافة؟ تذكرون لما أنشأنا المطالب المالية حطينا تشيك على البوكس اللي هو مطبق الضريبة، فبما أن حسب لي السيستم الضريبة على حدة وقيمة المطالبة على حدة، لازم أسوي حسمية ضريبة مضافة، لأني فيما بعد في أوامر الدفع راح يكون فيه أمر دفع مستقل بهذه الحسمية، فلازم أني أضيف حسمية الضريبة المضافة، وراح يحسبها لي السيستم، ووصف الحسمية راح تكون ضريبة مضافة حفظ. طبعاً في حال وجود أي حسميات على هذا الأمر الصرف راح نضيف حسميات. أيضاً لدينا تعويض استشاري، تنازل لمستفيد آخر، تضامن، معادة إلى نفس البند، وحسميات أخرى اللي هي يوجد فيها الجزاءات والغرامات والتأخير وكل البنود. فالآن مثلاً راح أضيف فقط أمر صرف وراح أضيف فيه مثلاً حسمية ضريبة مضافة. فمثلاً فبكذا إحنا أنشأنا أمر صرف حفظ. زي ما نشوف تم إضافة أمر الصرف بنجاح، انتهينا من أول صاحب صلاحية المسؤول عن إنشاء أمر الصرف، راح تروح لتعميد المطالب عفواً أمر الدفع من قبل مدير الإدارة المالية. طبعاً كمدير إدارة مالية بعد ما يدخل على اليوزر، بعد ما يدخل على الأكاونت راح تظهر له في الصندوق الوارد
أوامر صرف، هذا الرقم المرجعي الخاص بأمر الصرف، والمرحلة مدير الإدارة المالية. فمدير الإدارة المالية الآن راح يدخل من خيارات، يطلع على جميع الإجراءات السابقة، وراح يشيك على بيانات أمر الصرف، وأيضاً مطالبات المالية ممكن يطلع عليها من خلال تفاصيل المطالبات المالية، يطلع على جميع يعني المرفقات الخاصة بهذه المطالبة. الآن طبعاً كمدير إدارة مالية إما أن يعمد أمر الصرف أو يرفضه، في حال الرفض راح يعطي سبب. غرامات التأخير تظهر تلقائي؟ لا أستاذ عبد العزيز، لازم أنت تضيفها غرامات التأخير. ففي أمر الصرف راح تضيف حسمية اللي هو غرامات، وتحط السبب أو اسم عفوا اسم الحسمية تأخير، فلازم أنك يعني تفصلها في أمر الصرف، تضيفها كحسمية تأخير، وفي أمر الدفع راح يظهر لها أمر دفع مستقل. الآن بعد الاعتماد طبعاً نقول مثلاً الملاحظات زي ما قلنا إجبارية، فمثلاً لا يوجد، الآن راح يكمل سير العمل، تعميد إدارة مالية، تعميد صاحب صلاحية، وأخيراً المراقب المالي. الآن طبعاً راح ندخل بيوزر صاحب الصلاحية النهائي، راح يعمد أمر الصرف زي ما نشوف، هذا هو أمر الصرف اللي إحنا أنشأناه، أمر صرف كان قيمته 50,000 وحطينا فيه حسمية واحدة بس اللي هي الضريبة المضافة. طبعاً أستاذ عبد العزيز بخصوص استفسارك، راح لما تضيف 50,000 في الحسميات راح تضيف حسمية مضافة وأيضاً حسمية تأخير وتحط المبلغ. الآن راح يعمد كرئيس أو عفواً كصاحب صلاحية اعتماد. الآن انتهينا من تعميد صاحب الصلاحية وراح نروح للتعميد من قبل المراقب المالي. الآن راح ندخل بيوزر اللي هو معليش، ندخل بيوزر المراقب المالي. راح تظهر في الصندوق الوارد زي ما نشوف أمر صرف والرقم المرجعي والمرحلة في المراقب المالي، وراح يحتاج إلى تعميده كمراقب مالي. راح يطلع على كل الإجراءات السابقة، مين اللي سجل أمر الصرف، مين المدير الإدارة المالية اللي يعتمد، وصاحب الصلاحية. في حال وجود أي ملاحظات ممكن يطلع عليها المراقب المالي، وأيضا المرفقات ممكن يطلع على مرفق من نسخة العقد، وأيضا تفاصيل المطالبة، أيضا يشوف أمر الصرف، كل شيء ممكن يطلع عليه. فراح يضيف ملاحظة ويعتمد أو يرفض ويعطي سبب. طبعا الآن انتهينا من تسجيل أمر صرف زي ما نشوف، راح نبدأ انتهينا من فقرة سب رقم 7، انتهينا من تعميد أمر الصرف من المراقب المالي، راح ننشئ أمر دفع، ومن ثم من قبل صاحب صلاحية إنشاء أمر الدفع. الآن راح نرجع ندخل بس باليوزر. من إدارة المدفوعات احنا انتهينا من أمر الصرف وأنشأناه وعمد المراقب المالي. الآن أيضا من إدارة المدفوعات راح ننشئ أمر دفع، راح نروح لأمر دفع جديد. الآن في هذه القائمة راح يظهر لي جميع أوامر الصرف الخاصة اللي تم تعميدها، ونقدر ننشئ عليها أمر دفع. راح تظهر لي في آخر صفحة اللي هو آخر إجراء أو آخر أمر صرف أنا أنشأته، زي ما نشوف هذا هو الرقم المرجعي، التاريخ، إجمالي القيمة كانت 50,000، والحسميات أيضاً إذا نبغى نطلع التفاصيل نقدر نطلع عليها من هنا. أيضاً نقدر الآن راح نحدد أمر الصرف اللي راح أنشئ عليه أمر دفع. الآن أمر الدفع الرئيسي إضافة، بس أعتذر دقيقة خليني أشرح
بشكل عام. الآن لما تذكرون لما أنشأنا أمر صرف، أنشأنا أمر صرف وأضفنا فيه حسمية ضريبة مضافة كأمر دفع، كيف راح يطلع لي؟ راح يطلع لي أمر الدفع الرئيسي بأمر دفع مستقل، أيضا أمر الدفع الخاص بالحسمية ضريبة المضافة راح يطلع لي بأمر دفع مستقل. فالآن عندنا أمرين دفع، فأول أمر دفع رئيسي راح نضيف الرقم أمر الدفع طبعا اللي يعطى من وزارة المالية في الأوراق الخضراء أو اللي يعطى في رينج حاليا من إلى أتوقع يعطى للجهة. طريقة الدفع إما طبعا تحويل مباشر أو شيك وزاري، راح نحدد الطريقة وذلك مقابل مثلا نحط اللي هو المقابل إيش أمر الدفع. نحدد القطاع، رقم المستفيد طبعا راح يظهر لي باي ديفولت في السيستم مع الايبان طبعا كلها مربوطة مع العقد اللي انشأناه في البداية. حفظ. الآن راح انشأ او عفوا اضيف تفاصيل امر الدفع، رقم امر الدفع، تحقق، راح احدد طريقة الدفع. طبعا الان في خطا بس في البيئه التجريبيه، فمن المفترض يطلع لي طريقه الدفع اما تحويل مباشر او شيك وزاري. فبعد ما اعبي جميع البيانات واسوي حفظ كذا احنا انتهينا من بيانات امر الدفع. طبعا بعد ما يدقق كمنشئ امر دفع جميع التفاصيل جميع البيانات والمبالغ راح يسوي حفظ، بمجرد ما يسوي حفظ راح ننشئ أمر دفع وكذا راح يروح لصاحب الصلاحية اللي بعده اللي هو مدقق أمر الدفع. الآن انتهينا من رقم 8 راح نروح لرقم 9 مدقق أمر الدفع اللي هو في ستيب رقم 9. الآن راح يظهر كمدقق بيانات عفوا مدقق امر دفع راح يظهر له في صندوق الوارد رقم امر الدفع، نوع الطلب، التاريخ، المرحله الان اللي موقفين فيها هي مدقق امر الدفع من خيارات. الاجراءات السابقه راح يطلع على جميع التفاصيل وايضا المرفقات، راح يشيك على امر الدفع هذا الرقم، الطريقة، رقم المستفيد، الآيبان، جميع التفاصيل اللي تخص أمر الدفع، أيضا قيمة أمر الدفع، الحسميات إذا هي صحيحة، أيضا ممكن يطلع على أمر الصرف وكيف أنشئ في البداية. الآن طبعا كمدقق إما أن يعتمد أو عشان تروح للي بعده أو يرفض ويعطي السبب. الآن انتهينا من التدقيق، راح تبدأ في التعميدات. التعميدات طبعاً نفس تعميدات أمر الصرف، تعميد من مدير الإدارة المالية راح تظهر له أيضاً في الصندوق الوارد، راح يشوف جميع الإجراءات السابقة، يطلع على أمر الدفع وتفاصيله، أيضاً بيانات أمر الصرف زي ما نشوف عندنا في عند صاحب صلاحية مدير إدارة المالية في أوامر الدفع عنده أيقونة إضافية اللي هي أيقونة إلغاء الطلب. فكمدير إدارة مالية ممكن إنه يلغي الطلب ككل، أي يعني اللي أقصده إنه يقدر يلغي أمر الدفع ككل. فبمجرد ما يلغي الطلب راح يأكد الطلب وراح يلغى أمر الدفع ويقدر ينشأ من أول وجديد. طبعا هذه صلاحية الإلغاء فقط عند مدير الإدارة المالية و صاحب الصلاحية النهائي في أمر الدفع. طبعا في حال وجود أي خطأ ممكن يعدل، يحتاج تعديل، راح يضغط على أيقونة إعادة لمقدم الطلب اعتماد في حال تم الموافقة على هذا الطلب. الآن انتهينا من صاحب مدير الإدارة المالية، راح ننتقل إلى صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية وراح يشيك على جميع التفاصيل أيضا، وإما أن يلغي الطلب، يرجع الطلب في حال وجود أي خطأ أو يعتمده. وأخيراً راح تروح للمراقب المالي، وبمجرد ما يتم تعميد الأمر الدفع من المراقب المالي راح يتم نقله لوزارة المالية لصرفه. طبعاً كيف نشوف حالة أمر الدفع وين وصل من إدارة المدفوعات، أوامر الدفع، حالة أمر الدفع،
راح يطلع لنا اعتماد وتسديد أمر الدفع بوزارة المالية. فالآن انتقل أمر الدفع لوزارة المالية. طبعا هذا بما يخص أوامر الصرف وأوامر الدفع في منصة اعتماد. في حال وجود استفسار يا ليت تكتبونه في الشات. للأسف أستاذ عبد العزيز، مدير النظام في الجهة فقط، يعني مدير نظام ما عنده أي صلاحيات أخرى إلا أنه يضيف صلاحيات للمستخدمين. يعني ما يقدر أبدا يدخل في السيستم في تعديل خطط دفع، إنشاء عقود أو إلى آخره. يعني الرقم الضريبي للمورد لماذا لا يتم تسجيله في أمر الدفع؟ صراحة أستاذ فيصل راح أتأكد لك من الرقم الضريبي للمورد، لكن في السيستم لما تنشئ أمر صرف مستقل وتضيف حسمية ضريبة مضافة، من المفترض أنه يطلع في أمر دفع مستقل. فخلاص أنت فقط راح تحتاج إلى أمر الدفع وإلى مين راح يروح قيمة الضريبة، يعني لمين بتروح. بس راح أتأكد لك بهالنقطة، يعني الرقم الضريبي ليش ما يتم تسجيله. في حال التعديل على قيمة العقد، هل بإمكان إرجاع العقد بدون الرفع للمنصة حسب النموذج المتمثل لكم؟ في حال التعديل طبعا حاليا أستاذ فهد، التعديل في قيمة العقد لازم بإرفاق النموذج. بس إن شاء الله خلال 2 شهر جاية بإذن الله راح تكون هذه الصلاحية عندكم، فتنضاف صلاحية تعديل العقود، ويكون الموظف هو يقدر يعدل قيمة العقد بدون ما إنه يعبي أي نموذج. للأسف أستاذ فيصل، أوامر الصرف ما فيها تدقيق، على طول تروح للتعميدات. ما فقط في أوامر الدفع في عندنا صاحب صلاحية مدقق، لكن بإذن الله في تحديث جديد على السيستم راح يظهر إن شاء الله خلال شهر على ما أعتقد، اللي هو راح يتم أصلاً دمج أوامر الصرف والدفع مرة واحدة. يعني ما يحتاج إلى التعميدات في أوامر الصرف، وعشان يسهل يعني الطريقة ما يحتاج تعميدات أوامر صرف وبعدين تعميدات في أوامر الدفع، فراح تدمج كلها في أمر صرف ودفع مرة واحدة. فأكيد راح يضاف لها اللي هو تدقيق أمر الصرف، لكن حاليا كسير عمل في المنصة ما في مدقق أمر صرف. أستاذ فهد، الآن راح أشرح بإذن الله اللي هو الرواتب، وراح توضح لك اللي هي البنك التسليف والعقاري والتأمينات، وكيف راح تطلع لهم أوامر دفع بشكل مستقل. بالضبط أستاذ فيصل، صحيح. أول ما يتم إنشاء أمر الصرف على طول راح ترسل لمدير الإدارة المالية، ف من المفترض كمدير إدارة مالية هو يدقق أمر الصرف وبعدين يعتمده. طبعا الآن انتهينا من أوامر الصرف وأوامر الدفع، وبكذا راح نشرح آخر خدمة في المنصة اللي هي إدارة الحقوق المالية للموظفين. طبعا
إدارة المال، إدارة الحقوق المالية للموظفين، بس راح نشرح الآن كيف سير عمل الحقوق المالية للموظفين في المنصة. راح أشرح على السريع كيف سير العمل والفلو وورك. طبعا بداية راح يتم إنشاء أمر الصرف من قبل صاحب صلاحية تسجيل أمر الصرف، ومن ثم يرسل أمر الصرف هذا إلى ارتباط أمر الصرف العاملين من قبل صاحب صلاحية آخر اللي هو مسؤول عن ارتباط أمر الصرف. فبمجرد ما يتم إنشاء أمر الصرف راح نحدد البنود بشكل يدوي في ارتباط أمر الصرف، راح نربطها بالبنود، ومن ثم في رقم ثلاثة راح يتم تعميد ارتباط أمر الصرف من صاحب صلاحية آخر. بعد ما يتم تعميد ارتباط أمر الصرف في الميزانية، راح يتم تعميد أمر الصرف من مدير إدارة مالية، صاحب صلاحية نهائي، وأخيرا مراقب مالي. أستاذ عبد العزيز، نعم تم الانتهاء الآن من إدارة العقود زي ما شرحنا، فقط فيها صلاحيتين اللي في إنشاء عقود ومن ثم ارتباط هذه العقود. بخصوص استفسارك أستاذ فهد، وكان يوجد جزاءات وغرامات في أمر الدفع تصدر. نعم أي نعم أستاذ فهد، راح تصدر في أمر دفع مستقل. الله يعافيك إن شاء الله أستاذ عبد العزيز، في حال وجود أي استفسارات أبدا أنا في الخدمة. إي نعم أستاذ فهد، الآن راح نشرحها لك. لا راح تكون بأمرين دفع، الآن راح توضح بإذن الله. الآن طبعا بعد ما يتم إنشاء أمر الصرف وتعميده من صاحب الصلاحية والمراقب المالي، راح نقدر ننشئ عليه أمر دفع. وزي ما نشوف طبعا سير العمل مرة مشابه لأوامر الصرف وأوامر الدفع، راح يتم تسجيل أمر الدفع ومن ثم تدقيق أمر الدفع ومن ثم تعميدات الثلاثة اللي هي إدارة مالية، صاحب صلاحية، ومراقب مالي. الآن راح نشرحها في بشكل حي في البيئة التجريبية. طبعا راح نروح لإدارة الحقوق المالية للموظفين، أوامر صرف العاملين، أمر صرف جديد. الآن راح نحدد نوع التعويض، فراح نحدد مثلا رواتب خارج العمل، مكافآت، دورات. فمثلا راح نقول رواتب وخارج العمل. الآن طبعاً هنا راح نرفق مسير الرواتب حالياً كسيستم يقبل PDF أو السكان اللي هي الصور. طبعاً بعد ما يتم إرفاق المسير راح نضع المبالغ. طبعاً لازم المبالغ تكون إجمالية، يعني إجمالي الرواتب. فمثلاً إجمالي الرواتب 20,000. طبعاً اعذروني راح أقلل المبالغ لأن في بيئة تجريبية في البنود عندنا شوي قليلة السيولة اللي فيها. ف20,000 مثلاً راح نضع وصف لهذا البند رواتب. طبعاً الآن بعد ما وضعت الوصف، في حال وجود حسميات، الآن إحنا راح نضيف الحسميات اللي موجودة تحت مبلغ الرواتب. فمثلاً أول حسمية راح تكون بمبلغ مثلاً 500 ريال، راح نقول لي التقاعد، راح نضيف الحسمية على نفس المبلغ. أيضاً راح أضيف مثلاً نقول 300 ريال مثلاً للتأمينات، أضف حسمية. زي ما نشوف الآن أضفنا حسمية تقاعد وحسمية تأمينات للمبلغ الرواتب. بعد ما أضيف جميع الحسميات الخاصة بهذا المبلغ أضف للكل. الآن أضفنا الرواتب والحسميات الخاصة ببند الرواتب. مثلا نضيف الآن مبلغ آخر لخارج العمل، مثلا نقول 10,000
مثلا لخارج العمل، طبعا على حسب البند اللي عندكم فيما بعد راح يتم ارتباطه في الميزانية، في حال وجود حسميات على هذا المبلغ ممكن تنضاف، لكن راح نضيف فقط المبلغ زي ما نشوف. الرواتب الآن 20,000 وحسمياتها 500 و300 تقاعد وتأمينات، وخارج العمل 10,000 10,000 زي ما نشوف في الأخير طلع لي إجمالي القيمة هو 30,000 صافي. القيمة المطلوب القيمة المطلوب صرفها راح يكون 29,200، وإجمالي الحسميات 800 بعد ما يشيك كمسجل أمر صرف على جميع المبالغ وأن المبالغ صحيحة راح يضع حفظ، وبكذا راح ينشئ أمر صرف. بعد ما ينشئ أمر الصرف الآن راح نسوي حفظ. الآن انتهينا من إنشاء أمر الصرف، وراح نروح لرقم 2 ارتباط أمر الصرف. طبعاً هذا صاحب صلاحية آخر راح تظهر له في الصندوق الوارد. الآن ظهرت لنا في الصندوق الوارد اللي هي الرقم المرجعي الخاص بأمر الصرف، أوامر الصرف الخاصة بالعاملين، المرحلة الآن اللي موقف فيها ارتباط أمر الصرف العاملين. فمن الخيارات راح نشيك على هذه المعاملة، نشوف جميع تفاصيل لمعلومات أمر الصرف اللي تم إنشائها، هل هي صحيحة أو خاطئة؟ ممكن نطلع على مسير الرواتب. الآن كشخص في الميزانية راح يربط البنود، فمثلاً بند الرواتب راح يكون ما بند الرواتب. اعذروني، البنود في البيئة التجريبية محدودة، فاخترت مثلاً هذا البند. مبلغ الحسميات مثلاً، التقاعد راح يروح لمؤسسة العامة للتقاعد، التأمينات راح يكون مع مؤسسة التأمينات، خارج العمل مثلاً راح نحدده مع بند آخر يخص طبعاً خارج العمل. الآن طبعاً في حال وجود ملاحظات ممكن يضيفها، في حال عدم وجود ملاحظات يكتب لا يوجد، بعدين يرسلها وتروح لتعميد ارتباط أمر الصرف هذا. في حال وجود طبعاً رفض راح يحط سبب الرفض وإعادة إلى مقدم الطلب عشان ترجع للشخص المختص في لأنشأ أمر الصرف. كيف يتم إضافة زيادة في العقود 10%؟ أستاذ فيصل، حالياً لازم من البداية إنشائك للعقد لازم تنضاف 10%، حالياً ما في أيقونة لإضافة 10%، لكن من المفترض من البداية تم إنشائها. طبعاً إذا ما تم إنشاء إضافة المبلغ من بداية إنشائك للعقد، ممكن أنك ترسل النموذج لتعديل قيمة العقد وإضافة 10% على المبلغ، بس حالياً راح يكون عن طريق النموذج، لكن مستقبلا بإذن الله راح تكون الصلاحية من عندكم، تقدرون تعدلون في إضافة أو أي تعديلات على العقد. جميل، معناته أستاذ ما راح ينضاف إلا عن طريق تعديل النموذج وتراح تزيد على قيمة العقد. طبعاً الآن بعد ما انتهينا من ارتباط أمر الصرف، الآن راح نروح لتعميد ارتباط أمر الصرف. راح يظهر لنا في الصندوق الوارد، وبعدين راح يظهر لي الرقم المرجعي الخاص بأمر الصرف اللي راح أعتمده. زي ما نشوف المرحلة الآن هي اعتماد ارتباط، وتم الارتباط مبدئياً. من الخيارات زي ما نشوف، أول ما تم الارتباط طلع لي رقم مرجعي خاص بأمر الصرف هذا، راح نطلع على الإجراءات السابقة في حال وجود أي ملاحظات. الآن طبعاً راح يشيك كمعمد على جميع التفاصيل والمبالغ إذا كانت صحيحة أو خاطئة، طبعاً في حال وجود ملاحظات يكتبها، وفي حال عدم وجود أي ملاحظات يعتمد الطلب. الآن انتهينا من تعميد ارتباط أمر الصرف، وراح نمشي في سايكل التعميدات.
اللي هو تعميد إدارة مالية، تعميد صاحب صلاحية نهائي، وأخيرا المراقب المالي. الآن راح نعمد من صاحب صلاحية مدير الإدارة المالية زي ما نشوف، راح يشيك على جميع التفاصيل، وراح يعمد فقط كمدراء راح يعمدون صندوق الوارد. صاحب الصلاحية النهائي راح يعتمد أيضا، طبعا في حال إعادة إلى مقدم الطلب راح ترجع للي أنشأ أمر الصرف اللي هو أول واحد. الآن راح ندخل بصاحب صلاحية المراقب عشان يعمد أمر الصرف عشان نقدر ننشئ عليه أمر دفع. الآن طبعا هذا هو أمر الصرف اللي يحتاج إلى تدقيق المراقب المالي واعتماده. الآن طبعا راح يوافق عليه وراح يتمده. وأخيرا بعد التعميدات ممكن ننتقل إلى ستيب رقم 7 اللي هو إنشاء أمر دفع جديد. الآن طبعا لإنشاء أمر دفع جديد، إدارة الحقوق المالية للموظفين، أوامر دفع. أمر دفع جديد، راح أنشئ أمر دفع، راح نضغط على أوامر الصرف. بمجرد ما أضغط على أوامر الصرف راح تطلع لي جميع أوامر الصرف اللي تم تعميدها وبحاجة إلى إنشاء أمر دفع عليها. طبعا راح يطلع لي في آخر معاملة هي أمر الصرف اللي أنا أنشأته مؤخرا، عندك اللي هو إجمالي القيمة، أوكي إجمالي القيمة كان 30,000، الحسميات كانت 800. فزي ما نشوف، لا هذا شكل مختلف، إلا هذا هو. الآن راح نعبي بيانات أمر الدفع المستقل، عفوا أمر الدفع الرئيسي. طبعا بخصوص استفسارك اللي أستاذ فيصل أتوقع اللي هو بخصوص أوامر الدفع، طبعا هذا هو أمر الصرف اللي إحنا أنشأناه، كان في الرواتب وكان في خارج العمل زي ما نشوف. هذا أمر الدفع الرئيسي، وفي راح يكون في الرواتب وراح يكون في خارج العمل وراح يكون بأمر دفع مستقل، لكن الحسميات راح تكون بأمر دفع مستقل آخر، فراح يكون عندنا أمرين دفع زي ما نشوف. لكن الحسمية الأولى راح تكون المؤسسة العامة للتقاعد، راح نضيف لها أمر دفع ورقم أمر دفع مستقل. أيضا التأمينات الاجتماعية راح تكون لها أمر دفع مستقل. الآن راح أضيف أرقام أمر الدفع الخاصة بالرواتب، الآن راح أحدد طريقة الدفع، فمثلاً تحويل مباشر أو شيك وزاري، وأخيراً راح أضيف رقم المستفيد. المفترض يكون رقم المستفيد مربوط على طول، لكن في البيئة التجريبية هنا عندي في خطأ، فالآن راح أحدد رقم المستفيد، بعدين تحقق راح يظهر لي الآيبان على طول. طبعاً الآن راح نسوي حفظ، حطينا بيانات أمر الدفع الرئيسي، الآن راح نضيف بيانات أمر الدفع للحسميات. أول شيء راح نضيف الخاصة بالتأمينات، تحقق، نحدد طريقة الدفع، طبعاً راح يكون تحويل مباشر أو شيك وزاري، اسم المستفيد، راح طبعاً أضيف اسم المستفيد، مثلاً نقول التأمينات، اسم البنك، والأخير حفظ. انتهينا طبعا من اول شيء اللي هو التقاعد، راح نضع التأمينات وفي رقم امر دفع مستقل. طبعا واسم البنك، بعد ما عبينا جميع البيانات الخاصة بامر الدفع كيف نحصل على رقم المستفيد. رقم المستفيد اللي هو
رقم المستفيد أستاذ فيصل هذا بالبداية يكون موجود في العقد، يعني اللي هو بالرقم السجل التجاري، تبحث بالرقم السجل التجاري وراح يظهر لك اسم المستفيد ورقم الحساب البنكي. الآن حفظ أمر الدفع. بكذا انتهينا من أمر الدفع وأنشأنا أمر الدفع، وراح يروح لصاحب صلاحية تدقيق أمر الدفع. الآن طبعاً راح يظهر كمدقق أمر الدفع في صندوق الوارد المعاملة اللي تحتاج إلى تدقيق. نوع الطلب كان أوامر دفع العاملين، مدقق أمر الدفع، رقم المرجعي، هذا هو الرقم التسلسلي اللي ممكن اللي يكون يونيك لرقم المعاملة. ففي حال احتجت أستاذ فهد تبحث عن أي معاملة راح تبحث عنها في المنصة برقمها المرجعي، وراح على طول توصلك لمعلومات هذه المعاملة. طبعاً الآن راح ندقق أمر الدفع، راح يطلع لنا الإجراءات السابقة، راح نشيك على أمر الدفع الرئيسي وبياناته إذا هي كاملة أو لا، أيضاً مع إمكانية أننا نطلع على المسير الرواتب، أيضاً أوامر الدفع الخاصة بالحسميات اللي هي التقاعد والتأمينات. أيضاً الآن كمدقق بعد ما يدقق جميع التفاصيل إما أن يعتمدها أو يرفضها ويعطي سبب الرفض. وأخيراً راح تروح للتعميدات الثلاثة اللي هو إدارة مالية، صاحب صلاحية نهائي، وأخيراً المراقب المالي. الآن طبعاً يتم تعميدها من مدير الإدارة المالية، راح تظهر له في الصندوق الوارد، راح يطلع على جميع التفاصيل إما أن يعمدها أو يرفضها. زي ما قلنا سابقاً في أوامر الدفع، مدير الإدارة المالية وصاحب الصلاحية النهائي عندهم أيقونة إلغاء الطلب بحيث يمكن إلغاء أمر الدفع ككل، فإما أن يلغي الطلب، إعادة إلى مقدم الطلب، أو اعتماد. الآن طبعاً انتهى دور اللي هو مدير الإدارة المالية، الآن راح تروح لصاحب الصلاحية النهائي كصاحب صلاحية، إما يعمد إما يرفض أو يلغي الطلب. الآن طبعاً انتهينا من صاحب الصلاحية النهائي، راح تروح للمراقب المالي. طبعاً بمجرد ما يتم تدقيقها وتعميدها من المراقب المالي راح تروح اللي هو الوزارة المالية لصرفها. طبعاً هذا هو سير عمل إدارة حقوق المالية الموظفين في منصة اعتماد. في حال وجود أي استفسارات ممكن تتفضلون. إشعار الترسية المرسل هل تظهر في مدة التوريد؟ لا أستاذ فيصل، ما أتوقع أنها تظهر في مدة التوريد. زي ما قلنا في البداية، المنافسات أو بيئة المنافسات والعقود إلى الآن ما تم الربط بينهم في المنصة، فالمدة التوريد فقط راح تكون في العقد، في إنشائك للعقد راح تحط مدة العقد، لكن في الترسية وفي المنافسات ما راح يظهر للمورد. يعني أكيد أكيد أستاذ سعيد. طبعاً بخصوص الانتدابات نفس الرواتب راح يكون بالضبط نفس سير الرواتب، اللهم راح نختار في التعويض اللي هو خارج العمل أو الانتدابات، ونحط الاسم أو الوصف. بخصوص تحميل مسير الرواتب أستاذ عبد العزيز، طبعاً راح يكون كبي دي اف، يعني حتى إذا كان أكثر من مسير حاول إنك تضغط كله في بي دي اف واحد وراح يرفع.
أكثر من مسير؟ صراحة أستاذ عبد العزيز إذا أكثر من مسير راح أستفسر لك فيها هذه إضافة أكثر من مسير. طيب هذا الأكثر من مسير ما أقدر إني أضيفهم كلهم في PDF ولا كلهم منفصلة، يعني ما تقدر إنك تضيفهم، أو مثلا تقدر بدل ما تخليهم PDF كلهم تسوي لهم سكان وترفقهم كمسير واحد يعني، فبتكون كلهم سكان يعني. لكن راح أتأكد لك بإذن الله بخصوص إنك ترفق أكثر من مسير في المنصة. أستاذ عبد الخالق، ما فهمت استفسارك، هل أذكر كل مستفيد على حدة؟ إيش قصدك بالضبط؟ أوكي، كانتدابات يعني ككل موظف قصدك؟ راح أتأكد لك بإذن الله أستاذ عبد العزيز، بس هل تواصلت بهذا الاستفسار مع اللي هو مدير النظام الخاص بالوزارة عندكم اللي هو الظاهر أستاذ أنس أبو الخيل؟ هل سألته في هذا الاستفسار؟ ممكن يساعدك هو أكثر بخصوص هذا الاستفسار، لكن أكيد كتبت هذا الاستفسار فممكن إني أرسل لهم بإذن الله وراح أرد لكم بإذن الله بخصوص الاستفسارات. طبعا بخصوص الانتدابات أستاذ عبد الخالق وإضافتهم في المنصة، حاليا المنصة لا ما يحتاج إنك تذكر كل موظف على حدة، فمثلا نوع التعويض مثلا راح يكون أخرى مثلا، ونكتب انتداب أو انتدابات، وراح نضيف المسير، وراح أحط اللي هو التوتل أو الإجمالي. فالآن أستاذ عبد الخالق أنت قصدك في أمر الدفع فاسم المستفيد؟ لا أنتم يعني الانتدابات أنتم لكل، ما عندكم مثلاً أيبان معين أو رقم حساب هو اللي يصرف للموظفين منه؟ يعني لأن حالياً المنصة ما تدعم الأفراد، يعني عشان تفهمون الصورة، حاليا المنصة فقط تدعم اللي هو القطاع الخاص والجهات الحكومية، فكأفراد إنك تحط آيبان فرد لا حاليا ما في المنصة، يعني ما تدعم الأفراد. فلازم إنه مثلا إذا كان انتدابات ومن آيبان معين، فمن المفترض إنه في المستفيد راح تحط اللي هو رقم الأيبان اللي راح يؤخذ منه أو راح يعطى كل شخص منتدب، يعني اللي هو أيبان الجامعة بالضبط. لكن كأشخاص لا ما يحتاج إنك تسمي يعني الأشخاص. فالآن طبعا كيف راح يكون؟ راح يكون نوع التعويض، وراح تحط اللي هو نوع التعويض إذا كان انتدابات خارج العمل، وتحط الاسم وتضيف المسير، وأخيرا التوتل
للانتدابات أو المبلغ الانتدابات، في حال طبعاً وجود على وصف البند راح يكون انتدابات أو البند اللي أنتم تأخذون منه يعني مبالغ الانتدابات، وفي حال وجود حسميات، وبعد كذا راح تحفظه. أول ما تم حفظه راح يروح في أمر الدفع كأمر دفع رئيسي، وراح تحط اللي هو الآيبان الخاص بالجامعة. جميل جميل. طبعاً في حال استفسار آخر، بكذا احنا انتهينا من جميع الخدمات الموجودة في المنصة، من إدارة عقود، مطالبات مالية، إدارة مدفوعات، وإدارة الحقوق المالية للموظفين. طبعا واخيرا بخصوص الميزانية، صحيح نسيت اللي هي إدارة الميزانية. إدارة الميزانية طبعا فيها خدمتين، اللي هي عرض الميزانية، انه ممكن صاحب الصلاحية استعراض الميزانية ممكن يطلع على ميزانية الجهة الحكومية ككل، طبعا عن طريق استعراض الميزانية ممكن نستعرض ميزانية الجهة ككل، وممكن نحمل الملف كأكسل، فهذه مثلا الميزانية ككل في البيئة التجريبية، راح نطلع على التكاليف، المنصرف، نسبة الصرف، وباقي التكاليف والاعتمادات، وجميع التفاصيل اللي تخص الميزانية الخاصة بالجهة الحكومية. أيضا ممكن نبحث عن بند معين، أو نشوف الميزانية الخاصة ببند معين أو مشروع معين. فمثلا عندي هذا البند، ممكن أبحث عنه، وراح أشوف كل العقود المرتبطة بهذا البند، وأيضا هذه كل البنود المرتبطة بنفس البند ممكن أحملها كملف إكسل. طبعا هذا بما يخص استعراض الميزانية. أستاذ عبد العزيز، لا حاليا راح يكون بالبي دي إف. أستاذ فهد، ممكن أنك تشوف أي بند عن طريق اللي هو استعراض الميزانية، وراح تشوف البند، وراح بعد ما تبحث عن البند المعين وتشوف إيش العقود المنصرفة عليه أو المرتبطة على هذا البند. هل هذا هو قصدك استفسارك؟ بس ياريت توضح. طبعا كذا تقدر تبحث عن رقم البند وتشوف العقود المرتبطة عليه. أيضا إذا تحتاج تطلع على العقود، من إدارة العقود، العقود والتعميدات، راح تستعرض كل العقود اللي أنت أنشأتها في المنصة، وأيضا راح تشوف على أي بند، بس طبعا إذا دخلت على كل التفاصيل. طبعا هذا بما يخص إدارة الميزانية، أول خدمة عندنا اللي هي عرض الميزانية. أيضا آخر خدمة عندنا اللي هي المناقلات، أيضا نقدر نسوي مناقلات. فما أعرف صراحة هل عندكم أنتم تنشؤون مناقلات، أو مناقلات مو عندكم. جميل. بخصوص المناقلات، طبعا من إدارة ميزانية مناقلات، إضافة مناقلة. طبعا صاحب صلاحية إضافة المناقلة يستطيع أن يضيف مناقلة عن طريق إضافة مناقلة. نوع المناقلة راح يحدد إذا هي بصلاحية وزير مختص أو بصلاحية وزير المالية. فمثلاً نقول بصلاحية وزير المالية، نصنف المناقلة هل هي مناقلات لمشاريع التحول الوطني، أو إذا هي لمشاريع أخرى فمثلاً نقول مناقلة مالية. الآن راح نحدد البنود أو المشاريع أو البرامج اللي راح ننقل منها. نقدر طبعاً نضيف أكثر من بند وأكثر من مشروع وبرنامج. الآن راح أحدد المنقول منه. راح أحدد مثلاً المشروع، فمثلاً هذا المشروع أبحث عنه. الآن راح أحدد التكاليف والسيولة والإيرادات اللي راح أنقل منها. طبعاً زي ما نعرف التكاليف في المنقول من لازم تساوي التكاليف في المنقول إليه، والسيولة تساوي السيولة في المنقول إليه، والإيرادات أيضاً تساوي الإيرادات في المنقول إليه. ففي التكاليف مثلاً
راح ناخذ 3000، وفي السيولة راح ناخذ 1000، وفي الإيرادات 1000. فبعد ما نعبي المبالغ راح نسوي حفظ. طبعا في حال وجود بند آخر ممكن نضيف البند من إضافة. الآن راح أحدد البند اللي راح أنقل إليه أو المشروع اللي راح أنقل إليه. فمثلا راح أنقل لهذا المشروع من بحث. الآن راح أحدد أيضا التكاليف، فمثلا 3000، 30000 عفوا، 3000، و هنا راح نخليها أيضا 3000 و 1000، والإيرادات أيضا 1000. الآن حفظ. بعد ما حددنا البنود اللي حابين ننقل منها الآن نتأكد من التكاليف والإيرادات والسيولة، وأخيرا نحط إرسال. بمجرد ما يتم إرسال المناقلة راح على طول تروح لوزارة المالية. طبعا في حال كانت مناقلات تخص الرؤية راح تروح مكتب تحقيق الرؤية. طبعا زي ما نشوف راح تظهر لنا في المناقلات آخر مناقلة، هذه إحنا أنشأناها. الآن الحالة العمل على المناقلة، فراح تروح للوزارة المالية وراح يشوفون كيف طريقة عمل المناقلة. في حال كانت مكتب الرؤية راح تروح لمكتب الرؤية ومن ثم تروح لوزارة المالية. دمج مناقلة سيولة وتكاليف معا في طلب واحد. ما فهمت عليك أستاذ فهد. إيه نعم أستاذ فهد، هذه أصلاً بتكون بطلب واحد. يعني الآن إحنا يوم أضفنا مطالب الآن هذه كلها بطلب واحد. طبعاً قبل شوي فقط أنا سويت على من بند إلى بند. طبعاً في حال تبغى أكثر من بند إلى أكثر من بند ممكن أنك تضيف أكثر من بند وتنقل إليه، بس كلها راح تكون في طلب واحد. وطبعاً في حال تحتاج تشوف حالة المناقلة إيش صار عليها ممكن تطلع في حالة المناقلة. طبعاً هذا بما يخص إدارة الميزانية في منصة اعتماد. إن شاء الله كل شيء واضح. في حال وجود استفسار ممكن تتفضلون.